ليه قاعد لوحدك؟ قلقت وانا نايم، قلت اطلع البلكونة اضرب لي حجريه. طب بدك فل واتركك قاعد لحالك؟ قصدي يعني امشي واسيبك قاعد لوحدك؟ تمشي تمشي، ده انا ابعت اجيب عسل وبسبوسه وكنافه وزلبي. دخيلك مش قادر، ده انا من ساعه ما جيت وعماله اكل واشرب لحد ما حسيت ان انا تخنت. تخنتي تخنتي ايه؟ ده انت زي لهطه القشطه ولسه كمان لما تتخني اكتر واكتر. ليك يا كبير، ما قلت لي شو بتشتغل؟ عندي طين وبرعيه. شو هاي؟ عندي طين. مش هتفهميها انت، طين دي يعني ارض، عم بزرع ارض واقلع فيها وتاجر في المحصول. ما دوم. طب ليك خبرني. حكيني شوي عن حالك، هيك شو بتعمل بالويك اند؟ شو كيف بتحب تقضي وقت فراغك؟ يعني ما فيش حاجة محددة يعني. بتلعب رياضة؟ لا، الرياضة دي كان زمان يعني، واحنا صغيرين كنا بنغرقوا كلاب في الترعة وبالليل نصيدوا عقارب، ولما كبرت شوي بقيت بلعب كونغ فو. طب ليك تسمع موسيقى؟ وفي حد يعني ما يسمعش مزيكا؟ ده غذاء الروح. دخيل روحك. انا ليك لمين بتحب تسمع؟ بسمع الست والاستاذ محمد رشدي ومايكل جاكسون لحد شريط دينجرس، والجداد دلوك الاستاذ عباس حموده ومحمد ابو لمونه وعلي جرموني وجاستن تمبرليك. طب وانا ما بتسمع لي؟ كيف يعني؟ ده انا طبعك ده واحبك ده، ومن الاخر ما فيش اطعم منك ده. الغناوه دي اثرت فيا خالص. كيف يعني اثرت فيك؟ يعني عملت في نفسيتي شرخ، وشرخ عميق. شرخ؟ انه ما فهمت يعني، حبيتها ولا ما حبيتها؟ حبيتها قوي. عن جد انا انبسطت اني شفتك يا كبير. شفتيني انا؟ واحنا انبسطنا قوي 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 انك شرفتينا وشفناكي لايف. ميرسي. يا كبير، هذا من الملذات، لازم نقوم دلوق. طب في اشرب من ارجيلتك؟ يا ريتني ارجيلي. عامل لك فسحه جامده جدي، هنتفرج على كل الايجيبشن بيتس، الحمامير، الفرخات، البطاط، كل الايجيبشن بيتس. يا صباح القشطه. يا صباح العسل يا كبير. اللي هذا الحنطور تبعك؟ ايوه، بس ممكن يبقى بتاعنا احنا التانيين، ما تدي تاخدي لفه. عن جد عم تحكي؟ ايه، ما ينفعش ما ينفعش، احنا عندنا حاجات هنعملها النهارده، هركبك اللي انت عايزاه. يلا. لا ينفع فيها ايه؟ يلا ما بتاخر عليكم، باي. بونجور. بونجور. لايف از لايف لي 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 بردك لايف لي لي. امشي يا نمي. على فكره بقى، هم 3 دقايق بالظبط، ولو ما رجعتش انا همشي. دي قله ادب. لا ريلي ريلي قله ادب. كل ده بياخدوا لفه؟ ليه بيلفوا ايه؟ طيب. بيلفوا ايه؟ معلش خلاص بقى، انا مال انا جوني؟ جوني زي ما بيقولوا هنا، الغايب حجته معاه. ده كلام فاضي، انت بتقول اي كلام. يعني ايه؟ يعني ايه؟ زي مصير الحي يتلاقى، ما اكيد هيتلاقوا. ايه اللي بتقوله ده؟ جوني انا قصدي يعني نستنى شويه. استنى. استنى. انا خلاص رجلي خلاص. لا وانا مش قادر اصدق. انا جوني بيكهام العرب اللي اي بنت في الكون تتمنى تقول لي كلمتين وانا اللي بنفض وما بديش فيس اساسا، يتنفض لي؟ ما صح. انا يتنفض لي؟ ما ينفعش، بس يعني انا جوه. نستنى شويه. جوه. ما شفتوش الكبير يا جماعة؟ ما شفناهوش؟ شفناه من 7 ساعات برا، خدني كل على الكاريتا لفه، ومن ساعات اختفوا لحالهم؟ لا، كان معاهم حصان ابيض. واضح انهم ارتاحوا لبعض قوي. رح لما تنفخهم. علشان احنا مع بعضينا والاول. يا حلاوتكم، ما لسه بدري يا كبير، داير تتصرمح لي انت والسنيورة لنصاص الليالي؟ لمي نفسك يا هدية، انت نسيتي نفسك ولا ايه؟ ايوه نسيت نفسي،
ما هو لما تاجي العيوقة دي وتلف عليك عشان تخطفك مني يبقى لازم انسى نفسي. جراي اهدي يا فيقي، ما تهدي شوية. اقفلي خشمك. بقول لك ايه؟ بس ما عاوزش كنت الحديد جزر وقطمها دحش. الكوبوي دي هتبقى مرتي. خلاص بقى هدايا، بطلي عياط. كمان بليز. هي دي اخرتها يتجوز عناي بعد كل اللي عملته معاه؟ هي دي اخرة خدمتي ليه؟ والله يا هدية الكبير معذور برضه. جوني هتقول ايه؟ سوري هي هدية دي كانت مخلياه عايز حاجة. انا والله مش قصدي هدية، انا قصدي التشيك التانية. قصدك ايه يا جوني؟ خلاص I'll zip my mouth. Good for you. انا خابرة انها حلوة وغندورة وتلوح عليها راجل، بس مش هي دي المشكلة. انا مشكلتي اني لسه بحبه ومستحملش اشوف حد مشاركني فيه. بجد انت سو كيوت يا هديه. ربنا يستر عرضك. بقول لك ايه، لو ما كانش فيها رزاله يعني ممكن اقعد احداك لحد الصبح، عشان ما ينفعش اروح دار ابوي دلوقتي في نصاص الليالي كده. ار يو كريزي؟ هتروحي تو يور داد تعملي عنده ايه اصلا؟ ممكن تفهميني؟ امال يعني اقعد هنا وشي في وشي اللي ما تتسماش؟ ايوه طبعا، تقعدي وترخمي وتغتتي لحد ما تطفشيها او تزهقي كبير. لا انا ما اقعدش ابدا وليا ضره في البيت. لا يا هديه، الست الشاطره هي اللي تخلي جوزها قاعد جنبها، مش تخلي اي واحده كده تيجي تاخده من جنبها وتمشي. ماشي. هي راحه فين؟ هرخم وغتت لحد ما اطفش العقربه دي. اشلي نايس قوي اللي انت قلتيه الهديه ده، انا عمري ما كنت اتصور انك ممكن تفكري بالطريقه دي. ما انا كان لازم اقول لها كده يا جماعه، ما انتوا عارفين ما بعرفش انام وحد جنبي. مساء الخير يا كبير. مساء الشيكليطه. ده انت الجلابيه هتاكل منك حته. ميرسي. تفضلي. ميرسي. تسلم يدك. كل دي يا كبير، هتعجبك قوي. الكبير ما بيحبش الصدر، الكبير بيحب الورك. الورك برضك يعني حلو يعني. ما انتوا عملتوش رقاق الارض ولا ايه؟ ما هو قدامك اهو يا كبير. لا يا كبير ما تاكلش من دي كلها كوليسترول وممكن تضر بصحتك. ما هو بياكل منه طول عمره وزي الحصان قدامك اهو. كل يا كبير، بلا كوليسترول بلا هم. مساء الخير. مساء الربراب على نفوخك. ايه اللي جابه دي؟ مساء النور يا سيجوني. نيكول جاهزه؟ الحفله خلاص قربت. حفله ايه يا حلتها؟ انت عاوز مرات اخوك تغني ولا يعني ايه؟ في اتفاق مدين كونتراكت. الكونتراكت دي هتبله وتمسح بيه لمؤاخذه قفاك. ولا انت ايه قولك؟ اللي تشوفه يا كبير. كام داون جوني، العصبية مش كويسة عشانك. ما تهدى بقى، خلينا نعرف نفكر كويس. هنعمل ايه؟ ما تقلقش يا معلم، الحفلة هتتعامل في ميعادها. هاو كام؟ الكبير مسيطر عليها جدي، والغريب ان انا ماشي ورا كلامه. جوني احنا ماضيين عقد، يعني في شرط جزائي ومحاكم وقضايا. بقولك ايه، انا هكلم مدير اعمالها عشان يتصرف معاها. ملناش فيه بقى، الحفله هتتعمل في ميعادها. يعني هتعمل في ميعادها. كنت عايز تدردش معايا في ايه بقى يا طبيب؟ كنت عايز اسالك انت ليه اتضايقت لما عرفت ان حنان هتشتغل معاك. They always seem really great because there's never. ونبقى في الصين حيث احتفل السكان في مناطق مختلفة بعيد سنوات. ايه الدلع ده؟ فشار جبتيه منين دي؟ ده احنا ما بنشوفوش غير في الموالد. هو واللذيذ ده. شو يعني لذيذ؟ دي حلويات صعيدية عندنا هنا، لونها برتقاني وقد قالب طوبك ده، تندقيها تلزق بسك في البق. بجيب لك منين؟ ما فهمت شيء، بسيطة. جبت لك معي فيلم كثير حلو نتفرج عليه سوا. فيلم ايه ده؟ هاي
هيدا فيلم رومانسي اسمه سويت نوفمبر، شفته قبل؟ ده بتاع سيلفستر ستالوني. لك لا، شو سيلفستر؟ هذا اللي كيانو ريفز وشارلي ستيرون. كيانو ريفز؟ ده بتاع ماتريكس. والفيلم ده حلو على كده؟ حلو بس اخره حزين شوي. اموت في الحزن، اديني في الحزن. All I ever wanted. شكلنا مش هنقعد براحتنا في الدوار النهاردة. بكرة الصبح أول ما نصح من النوم حفسحك فسيحة زينة قوي، هنطلع من أول النهار ما نعودوش إلا آخره. لك دخيلها الشويري معنا. إيه؟ هتقعدوا تتودودوا بديها الليل كله؟ يلا اطلعوا على فوق، عندنا شغل كتير. ما تدودودود، عم بزبط. يا حبيبي اهدى علينا شوي، لشو كل العصبية؟ روجيه أنت مش مقدر حجم المشكلة. أنا بقيت النيو عمدة، ما ينفعش أول حاجة أوعد بيها أهل الكونتري بتاعتي تفكس كده. ده غير إن إحنا عملنا ساوند سيستم وعزمنا أهل البلد كلهم. شوف لي أي حل تاني غير إن الحكاية دي تفكس، شوف لي أي حل. لك خيي روق روق. يعني إيه؟ يعني الصبية ما بدها تغني، يا خيي اعتبرها تعبانة، مرضانة، أي شيء. مرضانة إزاي؟ ما هي قاعدة زي القردة قدامك أهي. خلي بالك، إحنا ماضيين عقد، والعقد فيه شرط جزائي. لو الحفلة ما اتعملتش هتدفعوا الشرط الجزائي. شرط جزائي شو حبيبي؟ كنتراته جايبي ما في شيء. معقولة يا روزي ما شربتش حاجة لغاية دلوقتي؟ أو ما أجيب لك بقى حاجة تشرب؟ إيه ده؟ إيه؟ تصدق فعلاً ما فيهوش شرط جزائي؟ أنت هتستعبط يلا؟ أنت عايز تقول إنك مضيت العقد من غير ما تقراه؟ ما هو ما في شرط جزائي، الصبية جاي تغني كومبليمون، يعني من غير مصاري. وما بدها تغني. غني لك أنا؟ أوفو فو 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 فو. ما حلو؟ حلو حلو، شوف لي حل في موضوع نيكول بقى. أخي حل من وين؟ شو أعمل حل؟ أقول لك شيء؟ بطلع برقص. يا عم أنت ليه حاشر نفسك في الموضوع؟ أنت فاكر نفسك في ستار أكاديمي هنا؟ فوق يا روجيه، فوق. نيكول لو اتجوزت الجحش ده أحلامك في الرقص والغنى هتطير. هتشتغل أوراداتي. أشوفك بقى في ناشونال جيوغرافيك. وأنبرك ماي هارت. Say you love me again. وأنبرك ماي هارت. واو واو واو. فين الخلقات؟ يا هدية. إيه. فين الخلقات؟ في الغسيل. كل الخلقات؟ كلها في الغسيل. ليه؟ أصلي لقيت عدة في الدولاب. وحتنشف ميتي. العدة؟ الخلقات يا كوميديا. قدامك البكرة الصبح يا من يعيش. امشي نجري، هاتي لي اي جلبية ولا اي ربراب البسه. مفيش. واه، يعني عزالي تدلع دوارك ده كيف رقاص البلية؟ خلقاتك كلها يا على الحبل يا في الغسالة. واتقلبي العدة في الدولاب عن هزره خميرة عكننا. ايه ده؟ ايه اللي ملبسك كده يا كبير؟ قصدك ايه اللي مقلعني؟ البت هدية الله يجازيها غسلت كل الخلقات. يعني ايه؟ طب وحتنزل بايه وانت خارج؟ والله ما باينش فيها نزول النهارده. لا بقى، انت وعدتني ان احنا هنخرج. والله على عيني على عيني. بس اعمل ايه؟ تعمل ايه؟ انا عندي فكرة. ايه رأيك لو تستلف هدوم من اخوك جوني؟ باه، استحالة. ده انا اتدرس في البلد، ده انا عندي البس غازية وامسك صدات احسن لي. ليه يعني؟ انا مش فاهم. ده حتى جوني لبسه ستايلش جدا. بتسمي لبس الخنافس ده ستايلش؟ مالها الجلابية؟ الواحد من يوم ما انسلت من بطن امه وهو لابس جلابية تديك هيبة. يعني ايه؟ عايز تفهمني ان احنا يوم خطوبتنا هتلبس جلابية؟ لا طبعا. انا هلبس فقيها عباية صوف انجليزي معتبرة. جلابية ايه ولا عباية ايه بس؟ طبعا مش هينفع. انت مش عارف ان اليوم ده هيبقى مليان صحفيين ونجوم؟ دي صورنا هتنزل في كل الجرايد. انت هتلبس بدلة وبراند كمان. لا بدلتي ايه؟ ما تعودتش على كده.
طب ولو قلت لك عشان خاطر ايه؟ عشان خاطر يعني داني عشان خاطرك البس ميوه بجد يا كبير؟ ما كنتش عارف ان انا خاطري عندك كبير قوي كده. ده مش خاطرك بس اللي كبير، ده كمان ايه يا كبير اللي مقعدك في السكه كده بغياراتك الداخليه؟ البجاحه ايه اللي مقعداني هنا وكده؟ شوفي انا اروح ادعبس في الخلقات، اول ما القى حاجه نشفت هلبسها وتلك طوالي وامرك ميها سيل امي اجيب امرك ميها سيل امي اجيب. خلاص محدش هيحترمني في الكونتري دي تاني خالص. اقول لهم ايه؟ اقول لهم عملت لكم حفله بمناسبه ان بقيت النيو عمده والمطربه حلقت لي. فعلا يا جوني منظرك بقى زباله. يا ريتني كنت جبت إلتون جون ولا جاي زي. خلاص بقى يا جوني اللي حصل حصل، خلينا دلوقتي نفكر هنقول ايه لاهل البلد. طب ما تيجي نصالحهم نعزمهم على مارشميلو دوناتس اي سويتس. اهل البلد مقدور عليهم، المشكله في الناس التانيين. ناس تانيين؟ الناس اللي حوالين البلدان اللي حوالينا. يعني ايه مش فاهم؟ انت عملت ايه يا توماس؟ معلم انا ما عملتش اي حاجه، انا عزمت اهل البلد وطبعت كام تذكره كده بعتهم لاربع بلدان حوالينا. سن اوف او ماي جاد. ما يا جوني انا ما كنتش اعرف، يعني انا كنت ايش عرفني انها هتروح تتجوز الكبير وتحب وتغلي لنا الحفل. بليز ما تعملش حاجه تانية من غير ما ترجع لي. اوكي جات لي بقى حاجه. شرع يا بنت يا هديه. ايه عاوزك تعملي لي فنجان قهوه زين وش تقيل ما يتشالش الا بسكينه معجون. ماشي. انا مين؟ يا لهوه بالي. هو الصوت الحلو ده الحنين ده يبقى صوت مين يعني؟ فزاع الجحش ولا عم جابر؟ اكيد صوت ست الحسن والجمال. طب بص بقى، زي ما انا دورت عليك ولقيتك عايزاك انت كمان تدور عليا وتلاقيني. غمايه يعني؟ شو يعني؟ عسكر وحراميه؟ مش فاهمه. اقول لها ايه دي؟ هيدا نسيك. ايوه. يلا أنا فين؟ أنا هنا أنا هنا. أقفشك. لا لا أقفشك كمان. ما تقدرش. هنا 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 هنا. هتروحي مني فين؟ تعالى بس. أنا ما وريش حاجة غيرك. أنا هنا يا كبير. يا كبير بلا صغير. تعالى قفشتك. قفشتك. القهوة يا كبير. ما تشيل اللي انت حطه على عينيك ده. صدقك ده احسن. بدل الاجلسيه وصلت يا كبير. عن جد عم تحكي؟ فرجيني فرجيني. وريني اللي قماشك ده. امر جناب. لمين البدله دي؟ دي للكبير عشان يوم خطوبتنا. فرجيني لك شو حلو. يا دي الهاله هتلبس بدله؟ امال هلبس بوكسر؟ لا هو لسه يا ما حنشوفه كمان. امسكي هات غرب الوش السعاده. قصدك ايه يا بت؟ قصدي ان السنيوره دي مغمياك وسايقاك وراها لحد ما تكنفلك على وشك. انت اتجنيتي يا هديه؟ ما انت ما شايفش لما تعمله يا كبير. انت مالك اعمل ايه؟ ولا عشان سكت لك هتسوقي فيها؟ فوقي يا هديه واسمعيني زين. عاوزه تقعدي هنا بكرامتك ما اسمعش حسك واصل. ولو فتحتي خشمك هاكلك الجزمه القديمه. Thank you.
ست الناس، يعني خلاص ما فيش فايدة. طيب راجعي نفسك. خد يا فزع الشريط ده، اديه للكبير لما يصحى، وروح انت على العربية وانا جاي وراك. من جنابك. هدية، هدية، انت رايحة فين يا هدية؟ وايش الشنطة دي؟ ماشية وسايبهولك، اشبعي بيه. عجبك قوي يا اختي؟ ده انت لسه ما تعرفيش حاجة عن الكبير. انت سمعتيه وهو بيشخن؟ كانك نايمة وجنبك وابور زلط. ده انت حتى تخافي تمسكي شراب من شرباته بعد ما يقلح. طب جربي كده تعملي حاجة غلط وانت تلقي كف ينزل على وشك الجميل ده يعمل لك نيو لوك. ولا اجدعها دكتور تجميل يعدل وشك تاني، ولا حتى المقاولين العرب يعرفوا يعدلوه. وانا عن نفسي سايبهولك، ما هو قالوا لنا زمان الراجل اللي يخون شد عليه السفون. ست هدية، ست الناس، هملت لك الدار وسابت لك الامانه دي. اهدى شريط يا كبير، اخطب من وش يا غبي. عزيزي الكبير، عندما تستمع الى هذه الرساله سأكون أنا في الميكروباص في طريقي إلى دار أبوي. أما بخصوص موضوع جوازك من السنيورة، فأنا أتمنى من كل قلبي لراجلي اللي كان جوزي إنها تطربق على دماغك ودماغها. روح، أنا فيتك للغزية، تسلت منك هيبتك وتقلعك الجلبية وتلبسك المنطلون والقميص وتخليك تسبسب شعرك وتعمل قصة، ولا انت اصلا ما عندك شعر، وتبقى جوز الست. وختاما بهدي لك الاغنية دي. يعني كنت عايز اقول لك على حاجة بصراحة. انا كمان ما اتقال لك شيء. يبقى قولي انت الاول، ليديز فيرست معروفة. ما بعرف شو بدي اشرح لك اياها، بس لقيت انه ما راح اعرف اتكيف على الحياة هون. عندك حق، بلدنا حر على الاخر. أنا عملت حسابي، بعدت جبت تكييف 4 حصان. أنت مش فاهم قصدي. أنا قصدي أقول إن أنا مش هعرف أعيش في البلد هنا، وبصراحة ما أقدرش أخد راجل من مراته. وأنا كمان ما أقدرش أخد راجل من مراته. أقصد أقول ما أقدرش أسيب هدية. هي صحيح جاموسة بس بنت حلال وعشرة عمر. معلش يا كبير، اللي عملته هدية ده عشان بتحبك. أنت طيبة قوي يا نيكول، يعني بتدافع عنيها بعد كل اللي عملته معاكي. صدقني ده طبيعي. انا لو كنت مكانها او اي ست في الدنيا كانت مكانها كانت برضو هتعمل كده واكتر كمان. تعرفي اليومين اللي عشناهم سوا دول مش ممكن انساهم. وانا كمان اثروا فيا قوي. كنت عايزة بس أستأذنك إن أنا أغني في الحفلة. حرام يعني الناس اللي إحنا وعدناهم. ليه؟ Do it. وادو. يلا بقى. خلي بالك على نفسك، ها؟ أوكي. نيكول. ممكن طلب صغير قد كده؟ تعالي يا هدية.
خش. شوف جبت لك مين. نورتي بيتك يا هدية. اكده تفوتيني الحالة في الدار. ما انت عارفة اني ما اقدرش اعيش من غيرك. انت اللي فوتني الاول. خلاص بقى يا هدية، ما انا قلتلك انه كان متضايق من اللي عمله معاكي، بعدين هو اللي بعتني اجيبك عشان يصالحك. هدية ما تبقيش غادي تمال، ما نتعاتب قدام الناس اللي ما تاجي ما تاجي نتعاتبوا فوق، ها نقفل الباب علينا في الاوضه لوحدينا ونتعاتبوا. ماشي اهو كده بقى انا اطمنت ان انتوا رجعتوا لبعض. يلا يا هدية خدي جوزك وطلعي فوق. انا متشكرة قوي يعني كوت اليسكر. وانا متشكر قوي ليك كوت. يلا 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 يا بقرة. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. مش يلا مش يلا نجهز الحفلة، فاضل لها 3 ساعات. مظبوط هطلع اجهز حالا. نيكول استني، منيح انك موجودة عشان تعرفي شو عم بيصير من ورا ظهرك. خير شو في؟ انا ماشي بالسيارة لقيت الاستاذ بيبيع تذاكر واحنا عاملين الحفلة كومبليمو. انت بتسرقني؟ انت ما طلعتش اهبل، انت طلعت مخادع. لا انا اهبل. انت نمس اهبل. انت هدرس؟ انت تعمل كده؟ اي ليه؟ معلش يا جماعه سوري، الغلطه دي عندنا احنا. انا هتصرف معاك يا حيوان. انا اللي هتصرف معاه، انا راح احبسه. لا والله العظيم انا ما عملت حاجه. ده سي توماس. سي توماس هو اللي اداني التذاكر، وده اللي سيدوني بيسلم عليك وبيدلك بيع دول. الكلام ده حقيقي يا توماس؟ او ماي جاد، حقيقي الكلام ده؟ ايوه حقيقي. او ماي جاد ليه؟ 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 انت ترجع بلدك حالا. انا اللي هرجع بلدي وحالا. نو 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 بليز بليز نيكول، دي اول حاجه اعملها بعد ما بقيت نيو عمده. بجد شكلي هيبقى سيس جدي. مش مشكلتي، انا وافقت اعمل الحفله دي عشان انا بحب مصر ونفسي اغني في الصعيد، انما انت ما تضحكش عليا. روجي عيوني قول للعالم يدب غراضه، لانه هلا انا بدي اسافر. نيكول او ماي جاد، لعب العيال ده ولا ايه؟ لعلمك بقى انا عندي فكره ممكن تخلص الموضوع ده كله في مينت. جوني اشلي حتى انت هدرس. حطيت لي 4 رجاله على الباب اللي وراني. حصل يا كبير، و4 على القداماني كمان. عفارم طلع لي 2 فوق السطوح، واحد الناحية الشرقية وواحد الناحية الغربية. غير العشرة اللي فوق؟ أيوة. أمر جنابك. أمنت كل مداخل ومخارج البلد؟ حصل يا كبير. اديت لكل راجل فيهم سلاح؟ حصل يا كبير. جبت لي اسطوانة فيفا 2010؟ ملقيتش يا كبير. بوه وأنا معرفش أتكل عليك وصل، ماني لو بعت راجل كان زمان وجابها. يمين بالله يا كبير لفيت عليها بكل مطرح ملقيتش، لقيت نسخة مضروبة. والله ما يرضنيش جنابك تلعب بالبرشلونه من غير ديفيد فيا وسافي الونسو. عامل لي فيها فابيو كابيلو، وانت اللي حتحط التشكيل ولا ايه؟ العفو جنابك. ورايا الكبير اديه نص جوني بيه. بيه ورايا. امر جنابك. بو قلبيه قال يا رجاله. اسمعوني زين يا رجالة، عاوزكم تلفوا المزاريطة حتة حتة، لو حد فيكم لمح القط يطخوا طوالي، ومسكوا العيال تحت 18 سنة سنج وتحت 10 سنين مطاوي. بوه القط فزاع ازرق. مبروك يا كبير. ايه يا كبير؟ ينفع ادخل عليك نصك من غير ما اقول لك دستور او واتساب؟ بلا نصك بلا نصي، انسى الابديه لحد ما نقبضوا على القط. القط؟ بوسي كات؟ الكبير بيخاف من القط؟ وفالح بس طول اليوم تقول لي يا بسكويتي؟ بس يا دي فرفور انت، بس يا رجاله. امرك يا كبير. روحوا نفسوا اللي اتفقنا عليه، مش عايز خرم ابره يعدي مني حاجه، يلا. وانا يا كبير هعمل ايه عاد؟
عملك اسود ومهبب، اطلع منين دي؟ حسبي الله ونعم الوكيل. عمو عمو واتس جوين اون؟ ها؟ ايه الحوار؟ حمار مين؟ حمار ايه؟ ايه اللي بيحصل؟ انا خابر هو بيعمل كده ليه؟ هو كده كل ما يشوف خلقتي يركبه متعفريت. مش قصدي عليك، انت مش مهم دلوقتي، انا بقول لك ايه اللي بيحصل؟ ايه سامع بيقول قط ونط وفط؟ اصل القط طلع من لومان النهارده. لومان؟ لو واطي؟ راجل واطي يعني؟ اللومان يا بيه السجن. سجن؟ هو انتوا بتدخلوا القطط السجن؟ لا، القط ده مش حيوان، ده بني ادم كان بطل وجه قبلي في الملاكمه ومدخل السجن. طب وده ماله مال الكبير؟ لا ده حكايه قديمه قوي، اصل كان له تار بايت عند الكبير قوي. تار؟ يعني ايه تار؟ تار يعني ريفنج. اوبس. طب مش مفروض التار ده ينتهي بموت الكبير قوي؟ لا ده ما بيخلص، بعد الكبير قوي ما مات بيجي لازما على عزام القط ياخد بطاره من ولده، يعني اخوك الكبير. طب افرض مات موتة ربنا، يعني اتقلب بيه ميكروباص وراح يصيف مثلا. تفضل العجله دايره كده لحد ما يموت حد من عيلتكم على يد حد من عيلتهم. لا دي سبهلله، لا ريلي سبهلله، يعني لازم يضحي الكبير ده بقى ونخلص من الموضوع ده. طب هو معلش، هو انكل الكبير قوي كان عليه الطرد ده ليه؟ دي حكاية طويلة قوي أحكيها لكم، صلوا بينا على النبي. من زمان زمان قوي قوي، في يوم أغبر نطلع ندوش سمس يا عم جابر، وانت الحكاية اللي بتحكي دي فيها ناس بتموت وجن وعفاريت؟ لا يا ابني ما تخافش عادي. امال حضرتك بتأفور ليه؟ ما تحكي عادي. حاضر ماشي. زمان في يوم حلو والشمس كانت طالعه دوش بوه، دي هتعمل دوش يجيلك في خمس دقائق يا قط، لو قرصت الزهر تاني ليلتك هتبقى مطيه نبطيه. انا ما بقرص يا كبير. دوش كمان براحتك. شوف الزرافة اللي هناك دي؟ فين؟ ومن ساعتها بيجي بناتهم طار ولازما ياخدوا حد من عنديهم، وحلف عزام ولده انه ما حد ياخد طار ابوه غيره وبيده، والمصيبه انه طلع النهارده من السجن وجه على البلد، وتوته توته فرقة الحدوته حلوة ولا ملطوطة؟ هي من ناحية ملطوطة فهي ملطوطة على الآخر. مين الجزمة وانت مركوب اللي نايم في الوردية بتاعته دي؟ قوم في الزياد. أشرف ليه كده يا أشرف؟ دري بقول عليك الراجل الوحيد اللي فيهم، ما تعملش جنيه تاني، دري براهن عليك. بسم الله الرحمن الرحيم، خلعتيني يا ولية. ايه يا كبير مالك؟ مش على بعضك ليه؟ مستني نتيجة الثانوية العامة. اها. بوه، يعني ما خبراشي؟ لا ما خبراشي. همام ود القط طالع من السجن وجاي ياخد بتاره. طب وانت مالك؟ مالي كيف؟ هو الراجل ده طالع يقتل مين؟ مش الكبير قوي؟ والكبير قوي مات يبقى يقتل مين؟ ولده الكبير. لا ده انت بهيمه بهيمه. ليه؟ هو مش اخوك جوني اكبر منك باربع دقايق؟ صح. طب هنعرفه كيف ان هو الكبير؟ انا اقول لك. الكبير بيهني اخوه العمده جوني الكبير خالص اكبر منه باربع دقايق بمناسبه اعياد اكتوبر. وير از ات؟ راحت فين؟ ثانك يو تومي. جوني ممكن تهدى شويه؟ انا لقيت لك حته دين فكره سبيريت. اوكي احنا هنسد له كل المداخل عشان ما يعرفش يخش غير من الباك دور. الكلام ده كاوتش، ده بيقول لك ضخم جدا واضخم من كينج كونج وهيعدي في اي حته. لا مش هيقدر، علشان حوالين الدوار هيكون في رجاله كبير ما عدا الباك دور اللي هتطل عليه اوضه اشلي اللي انا هكون موجود فيها، وموصي هادرس اول ما يلمحه من بعيد يرمي اي حاجه صغيره على شباك الاوضه. صح يا هادرس؟ صح.
ناخد انا وانت مضربنا بتاعت البيسبول نقف ورا الباب ونطفي النور and اول ما يخش نديله بقى فوق وتحت وشمال ويمين وفي اللي يوجعك نربطه وبكده يبقى بتاعنا. ايه رايك؟ بص هي ليريكلي تمشي بس عمليا اي دونت ثينك سو. جوني ما تقلقش. نضربه يمين بشمال في تحت الحزام في فين يوقعك ونكتفه ونكلم 911 او ماي جاد عشان تكمل الكولكشن. انت الكبير وانت الكبير قوي. It depends. تشاهد على روحك. ايه كام داون. تحب تموت كيف؟ بص هي اروش موتة موتة ربنا ونعم بالله. بس هنعمله ايه؟ قدر ومكتوب. طب ما ينفعش تنقلي موتها ما تكون ما بتوجعش. ما بتوجعش ده انا جاي عشان اسمعك وانت بتكاكي من الوجع. اختار شنج ضرب النار الجلد. لا لا يبقى الجلد وحدوجهم لك واحده واحده بعد كده. طب ما ينفعش تحذفني من الشباك وتخلص. اتشاهد على روحك. ثانيه واحده دي مش رجوله. ما ينفعش تقتل راجل اعزل. اعزل ايه وبتاع ايه؟ انا ما فاهمش في الكلام ده. انا جاي اخد بالطار وماشي. اه لو في تكافؤ فرص كان زماني مسحت بيك الارض. بتقول ايه؟ يعني كان ممكن اكسبك. تكسبني؟ تكسبني في ايه يا سوس؟ انت اتجنيت؟ في اي حاجه. مورتال كومبات، ستريت فايتر، باليه مائي، بوكس. بوكس؟ انت تكسبني في البوكس؟ انا بصراحه واقعد في البيت. انا اكسبك وانا مغمض كمان. مغمض؟ اوفر شويه الحته دي. انا ممكن اكسبك بايدي اليمين بس لان الشمال دي انت مش هتستحملها. وريني وريني وريني. ايه الاجواء الرخيصه دي؟ انت فاكرها سهله ولا ايه؟ مش لازم يكون في حكم وحلبه وجمهور. طب والحاجات دي هنجيبوها منين دلوق؟ وليه دلوق؟ ما نستنى اربع شهور نعمل اربع شهور. اتشاهد على روحك. تو دايز يومين بس. طب ما انت ممكن تهرب. طب بالعقل كده في عمده ممكن يسيب الكانتري بتاعته ويهرب؟ بتفكر؟ آه لا تلاقيك قلقان من حكايه الشمال بتاعتي دي. قلقان؟ ماشي هم يمين والجهات كفنك معاك. الدنيا حر جدي. هو المدرب ده هيتأخر لسه كتير. انا مفضليش الا يومين يا دوب اتعلم حركتين بوكسين اي حاجه. ما تقلقش زمانه جاي. انت متاكد ان الراجل ده كويس ولا هيطلع كاوتش؟ بص هيدرس قال لي ان مفيش بطل في مصر في البوكس ما عداش من تحت ايده. هيدرس yeah. يا ابل تسمع كلام واحد ابل. جوني مفيش حل غير كده. خلينا نجرب بقى ونشوف. السلام عليكم. ربنا يسهلك يا حاج. امسك. ايه ده؟ ازيك يا حضره العمده؟ اهلا وسهلا. ثانيه واحده حمدي كاتا. طب خد نفسك يا استاذ حمدي. حضرتك جاي من الدلتا ماشي؟ دلتا ايه؟ حمدي كاتا مدرب الكاراتيه بمركز شباب المزاريطه والحاصل على المركز الثامن على مستوى الجمهوريه سنه 67 تحت 18
وبصلح اجهزه كهربائيه. امر اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ مش انت اللي بعت لي مع هجرش عشان عايزني؟ ايوه يعني هيعوزك في ايه يعني؟ ده تلاقي الراجل اللي جاي يصلح الدش. فعلا انا الهوت بيرد عندي فيه مشاكل، بيقطع ما بيلقطش على طول. دش يا استاذ، انت بتكلم راجل حاصل على الحزام الاسود، انا جاي اعلمك كاراتيه. هو الحزام الاسود بقى جلد وبتوكه؟ احنا هنهزر؟ ايه ده؟ ايه ده؟ امسك، انا عايز مدرب بوكس. انا بلا فخ المدرب الوحيد بملك الشباب المزايطة، بل المدرب الوحيد على الناحية كلها. يعني انا لبستك خلاص، انت بقيت بالنسبة لي امر واقع. انا عايز مدرب بوكس مش كاراتيه. والبوكس ايه؟ البوكس ايه والكاراتيه ايه؟ ما كله ضرب، وبعدين في النهاية هم عيلة واحدة بس منفذين على بعضيهم. انت راجل فاكس موت وانا مش مقتنع بيك زرع. يا حضرة العمدة ما تقلقش، ان شاء الله هعمل لك شغل فنادق. ده الكوتش. ايه بقى، هنبدا كتات ولا متاسس؟ سامع بيقول ايه؟ استاذ حمدي باختصار انا عاوز اعرف اسد اي بوكس يجي في وشي. فهمني، ما هو انت ما فهمتليش كده يا سيدي. بسيطه، احنا هننفذها عملي. لفيني باللوكاميه في خشم. يعني اعمل ايه؟ لفيني باللوكاميه في خشمي. مش فاهمك. اديني بالبوكس في وشي. ايه ده، انت عايز بوكس بجد في وشك بجد؟ لا كده وكده. ايه ده، راجل قالش السنين. يا عمدة ما تهبش مني، ما تخافش، خش عليا جامد كده واديني بالبنية في وشي جامد. انت متأكد؟ اضرب. طيب انت واخد بالك من نفسك؟ تمام يعني. يا ابني ما تخافش مني. طيب بس ما تزعلش مني. سوري، انا اسف، انت اللي قلت لي اضرب. معلش، انت اللي قلت اضرب. قوم يا حاج. انا اسف والله مش قصدي. مش حاجه، متعودين على كده. معلش، انا متعودين على كده. بس هو انا العيب من عندي انا. ايه هو انا؟ لا مفيش حاجه، احنا اقوى. انا اللي كنت ما استعدتش. بس احنا هناخد وضع الاستعداد واضرب زي ما انت عايز. متاكد؟ ايوه. طيب ماشي. زي انا ما قلتلكش المره اللي فاتت، عيب عندك. اضرب. انت تمام كده؟ ايوه. يا نهار اسود. ماي جاد. دف سنانه. بليدنج. معلش. طب ايه، كام داون. قوم يا حاج، قوم. انا اسف، انت اللي قلت لي. الصوت ده يا حاج. انت كويس؟ عادي. احنا متعودين على كده. انا عاد عنفي بقى. ايه يعني جلسن؟ مش مشكلة. طب اديهم له. تبعك؟ امان، اديهم له. خايف على ايه يا حاج؟ انا ما يهمكش. بص يا عمدة، انت بتضربني غلط. طب علمني اضرب ازاي صح. انا عايزك تديها لي عدل، مش خطفية. يلا مش مشكلة، يلا توكلنا على الله. استعد، خليك وضع السلم معايا. اضرب. ايه يا زوني، حرام عليك، راجل هيموت في ايديك. عمال يقول لك اديها له عيط البيت، اديها له خطافيه ليه؟ مادة ولا ايه؟ جوني يا جبان. طب خده ليه يا حاج؟ جوني، يعني خلاص ده قدري؟ اسيب امريكا واموت في المزاريطه؟ انا عمر ما ده كان طموحي ابدا. انا كان مالي ومال الطار والزفت ده كله. بليز فكر في حل. انا بفكر اهو. انت هتمثل، قول حاجه عملي. حاجه عملي. اوكي، لقيتها. ايه؟ احنا هنخدره يا معلم. يعني تفتكر لو لوناه اخضر هيبقى طيب؟ انت هتستعبط. جوني افهمني، هنخدره يعني هنحط له مخدر. مخدر؟ انت ليه الفاظك بقت كده؟ ايه كلام افلام المولات ده؟ ايه مخدر دي؟ يعني ناس تقول لي عندك كل الاوراق والمستندات هتضيف داهيه، في ايه؟ جوني افهمني. بص، احنا هنحط له منوم قوي جدا في الميه اللي هيشربها في البريك ما بين الجولات، واوعدك انه مع اول بق البغل ده هيبقى بيبي نايم في سريره قدام. ما توهمتش، ما هزتنيش الفكرة خالص. المشكلة مش مشكلة سم ولا مشكلة مخدر، المشكلة هيشربه ازاي. الحاجات دي ما تفوتش على توماس. ساعة اللعب هخلي هادرس يروح يحط الإزازة اللي فيها المخدر مكان الإزازة بتاعته. بس جوني أرجوك، انت بقى تستحمل لحد أول بريك بس. أوكي، ربنا يستر. بس انت تعرف لو الخطة القلشة اللي انت بتقولها من شوية دي فكست هيحصل ايه؟ هموت. أوه ماي جاد، قلناها في نفس النفس. دي ساين.
حموت يا توماس. لا جوني جوني ما تعملش في نفسك كده. أهالي المزاريطة الكرام، اليوم موعدكم مع المباراة التاريخية، المباراة التي لا تقبل القسمة على اثنين والأعمار بيد الله، مباراة التحدي الكبير بين بطل وجه قبلي عزام القط. كله زي الفل، بس انت لازم تعدي الجوله الاولى. هي جوله قد ايه يا كوتش؟ دي اللهم صل على النبي، البوكس هو انا مش متذكر قوي. بوكس يعني يا نص يا ربع. يا نص وربع ايه يا حاج؟ بس عموما اول الجواز ما يضرب يبقى الجوله خلصت. انت قلقان من ايه؟ ده مش هياخد من ايدك غلوه. ده انت فاكس موت. عاش يا وحش. I'm bleeding. اتصرف يا توماس. اوكي بص ما تقلقش، هو دلوقتي هيعطش وهيشرب. بص هيشرب ايه عليه؟ هيشرب عمده. لا عمده ايه قول لي حاجه مفيده. قولوا بالشلوط. شلوط مين يا ابني؟ ده بوكس الله يخرب بيتك. وحش يا وحش. جوني تيك كير بليز. جو جوني جو. هينفع وشه كله بقص. شيل الراجل ده، شيل الراجل ده، شيله من هنا. يا جماعه الحياه يا جماعه ده هيشرب. واي امسح هيشرب. يلا يا وحش قصصه. يلا يلا يا جماعه يلا يلا.
ايه بس ما ترحمنا بقى. ايه ده؟ ده بيشرب. لا يا عم ده هيتف هيتف. بيشرب اهو. يا عم صدقني ده بيمضمض بس. يا ابني بيشرب. قول والله. اي سوير انه بيشرب بص. واي فاي كيف يعني؟ اسبوع واحد حال البلد كلها تتشقلب فيه؟ انا ما مصدقش. لا وايه؟ ده فتح سايبر. يا وقع مربربه. هذه الحاجات اللي هتعقطها علينا امريكا. حاجات ايه يا كبير؟ ده محل بتاع نت، يعني شات تلقي، داونلود تلقي، فيسبوك تلقي، لعبة تلقي. لعبت عليك بطنك يا بعيده. هي الناس ناقصه لعب ولا ايه؟ ما ناس ملقحه على القهاوي طول اليوم هتلعب كشتين او ضمنه وبرغوت. وانت مالك انت مال الحاجات دي؟ ايه اللي مفرحك ده؟ يعني البلد كلها تبقى على النت وشمعنا احنا لا؟ البلد كلها تكوم ودوار العمدة دوار الكبير كوم تاني. تعالي يا حبيبتي تعالي جاري هنا تعالي. ايه انا قلت نت ايه؟ مفيش نت. قلت نت ايه؟ مفيش نت والله. صح نت في المزاريطة؟ لا والله دي حرام. جزرة وقطمها جحس. أساتر السلام عليكم. هي الشاشه ار يو كريزي؟ امر اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي. هو دي النت؟ يا yeah. على كده الساعه بكام عنديكم؟ جاست 1 جنيه. جنيه يا بلاش. طب حس كده اديني ساعه نجربها. اوكي توماس يا جهزت ثلاثه. اوكي يا كم فروم هير. اهم دي بس جوني. ايه خير؟ ايه تعرف تشغل النت ده؟ اه كنا عملها معاك. ايوه بسيطة عايش تغل بده؟ ايه ثانية واحد. هاي what's going on brother؟ ايه المشكلة؟ مشكلتي تعال تضحكوا علينا ولا ايه؟ ميتة وني قاعد على الجهاز الساعة قربت تخلص النت بتاعك وده ما بيجيش. ما بيجيش طبعا هو اوريدي على جهاز. بص دوس على دي. اها اها ده انت في البوستيري خالص. أه. طب بص ركز معايا ده اسمه ماوس. ايوه فار. ايوه بص بصبعك ده دوس عليه كده بص اهو. ايوه فوالا. ايوه ايوه هعمل ايه بقى؟ بص بص ركز معايا كويس اعمل زي ما بعمل. ها بس تفرفش كده بقى ليك اكاونت على الفيسبوك. انت بتتكلم بجد يا سجوني؟ يعني اني دلوق عندي اكونتي على الفيسبوك؟ هني نجحت نجحت. انت بتقفور ليه كده؟ احنا اتنين اللي عملنا اكاونت على الفيسبوك مش خدنا كاس العالم. طيب الخطوه اللي جايه هنعمل ايه؟ كل الافوره دي وهنعمل ايه؟ هتتنقل تحط الصوره ليك وتكلم الناس كلها من كل انحاء العالم يبقوا اصحابك تشوفهم صوت وصوره وتتكلموا مع بعض. ايه ده؟
رجاله ونسوين. So weird. رجاله وستات. يا حبيبي يا نت، بس في مشكله. انا ما عنديش صوره، ممكن تصورني؟ يلا شور. ده ما فيش فيه كاميرا. ما كل الناس بتتصور بيه. يلا ابتسم. ايه الوش ده؟ لا فيسبوك يعني تعمل كده. ايوه ايوه ده الفيسبوك. ايوه حبيبتي يا جولي، حبيبتي بحبك يا جولي، بحبك. سلاطين زبون كبير قوي عندنا، عايزين نكرمه. الراجل ده اول مره يجي معاك، هنعمل معاه الصح. خدهم على جهاز 5 و6 وخد صورهم بالموبايل، كل واحد صوره ببلاش للبروفايل بتاع الفيسبوك. ما تاخدش فلوس اللي هي. لا بس في حاجه لازم نعمل كده فيها. بصوا يا جماعه ازاي جو. ايوه يا جوني يا عمدة الانترنت. تشافي Μέση. Πάει να μπει και αφήσανε λίγο χώρο. Έφτασε μέχρι σχεδόν τη γραμμή. Μπάλα πίσω, τη ευκαιρία, το 1-0 για την Μπαρσελόνα. Είναι η Μπαρσελόνα με τον Πέδρο που πετυχαίνει το πρώτο γκολ σε αυτό το ημιτελικό. Και όλα ξεκίνησαν από το ότι είδε χώρο ο Μάξουελ που άφησαν δευτερόλεπτα. الكبير يا دي النور يا دي الهنا يا دي النور يا دي الهنا. اتفضل يا كبير اتفضل. اجيب لك ايه؟ ايه الزيطه دي يا دي زويل؟ مين من يلعب مع مين؟ البارسا والانتر. كير اصل احنا عقبال عندك يا كبير، جبنا الدارين بوكس. ايوه جاي. صباح الخير يا كبير. صباح الزفت يا دبر النحس. معمل الارض وما تلعب. انا بتشات يا كبير، ما تاجي خد لفه معاي. لفت عليك عقربه يا بعيد جابت اجلك. ايه يا رجال بقيت اقولكم نتيتي؟ كملت الارض والاشغال ومشيت ولا كلام الفاضي بتاع جوني دي. طيب وعز الجلال الله انت خمام. انا نشك 3 مرات ولا الطلق بتاعك بيخلص ولا الجندي بيموت ولستك سخسليه. بس انت بس تعبان قوي. مين ده اللي تعبان؟ اللي حجيلكم بالليل وادمركم. شوف والليل ده بعيد. يا فرحة أمك بيه. منور يا كبير. يا ريتك جاب الذكر بط أحسن وكمان خسران واخد على قفاك. لا يا كبير مش خسران، أنا خسرت جولة لكن لسه المعركة ما خلصتش. جاتك النيلة، خد يا التعقول. خير يا كبير أم الجناب. إيه وأهل البلد كلاتهم بيقولوا نتيتي. أمال إيه يا كبير، ده حتى الحريم بيقول ياجع المزاريطة دوت كوم اللي عاملها لهم جوني بيه. بيه إيه يا بو؟ قصدي إن هو عامل لهم 2 الصبحية للحريم وقريب قوي هيفتتح ركن العائلات. ايه النت دي اللي دايلنا على قرع عايمة دي؟ ان شاء الله تكون فرحان ومبسوط يا ود ابوي. قوي قوي. ثانكس برو على السؤال. اتفضل في النص بتاعي. يا ساقع البلد كلها تخرب بالنت بتاعك ده والناس مخها تخن واحنا ما ناقصينش. قصدك مخها كبر؟ برو احنا في 2010 يعني النت بقى من اساسيات الحياه، زي الاكل زي الشرب زي السوشي زي التان. ما طول عمرنا عايشين من غير الزفت ده. الناس كلها هملت زرعها وقلعها وعم تنت دلوك. بالك الكبير قوي لو كان عايش كان طربق النت ده فوق نفوخك. ثانيه واحده، ده انت غلبان جدي. الكبير قوي ملوش علاقه بالنت. داد كان خاربها خاربها خاربها. بوه. حتى الكبير قوي طلع نتيت. نتيت؟ ده كان نتيت وعطيت. بقول لك كان خاربها. برو انت تقريبا الوحيد في الكون كله ملوش علاقه بالنت. الامي اليومين دول هو اللي ما يعرفش حاجه عن النت، مش اللي ما بيعرفش يقرا ويكتب. انت لازم تتعلم الحوار ده وتعلمه لاهل بيتك. انا ممكن اعمل معاك واجب اعلمك كل الحاجات دي ببلاش. اخرس انا الكمبيوتر يخش بيتي ليه؟ بسكويت انا اياك. كبير ما ترميش عصيانك وقاذوراتك في النص بتاعي.
بنت بنتي وقطي وعلى سريري كمان يا ولد. أنا قلت ايه انطقي اخر مره يا كبير ما هعملش كده تاني وحياه راس ابوي قسما عظما يا هديه لو شفت عين انت او لابتوب في البيت لاني مكسر البيت كله على نفوخ امرك يا كبير امرك مين سيد سفت تعالى حد شافك وانت جاي لا وطي صوتك وطي صوتك ما اسمعش حسك لحد ما ينقفل علينا باب واحد حاضر يا كبير انت جيت يا كبير ايوه جيت احضر لك العشاء لا لا واكل واكل خشي نام انت طيب يا كبير ايوه عم بتعمل ايه عم بتمرن طب ما تشاور عقلك يا كبير وتاكل ده انا عامله لك ملوخيه بالانارب ورز معمر قلت لك طافح طافح خشي نامي طيب يا كبير احضر لك الحمام يحضروا كفنك يا بعيده يحضروا كفنك يا بعيده فين المخفي ده انت فين يا سوف انا هنا قدامي قدامي فين فين يا كبير هو انا عملت حاجه غلط لا سمح الله اسمع يا انت اللي هيحصل هنا في الاوضه دي دلوقك لازم يفضل سر بيني وبينك اليوم الدين لا 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 بس يا جحش انت هتفضحنا انا كنت عاوز اتعلم الكمبيوتر على النت على المازنجر والحاجات دي بس كده بس وجعت قلبي اقعد اقعد يا كبير دي حاجه بسيطه امال ايه الدخله اللي مطينه الطين دي اقعد اقعد دي حاجه بسيطه قوي رايح فين يا مخبل امسكت اقعد هنا هو انا غلطت في حاجه يا كبير لا سمح الله ده كرسي كبير يا هتير اقعد علمني طب امال فين الجهاز اللي هنشتغلوا عليه يا كبير ثانيه واحده لو ما فيش خالص مش مشكله ثانيه واحده ما فيش مشكله لو ما فيش باه 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 ايه الحلاوه دي يا كبير الله وده ايه جايبه جديد ولا موقع يوزد احنا نهزره سوا انت مال اهلك ما تشوف شغلك وخلاص العفو يا كبير العفو علمني بسم الله الرحمن الرحيم يتكون جهاز الكمبيوتر من عده اجزاء لوحة المفاتيح ويطلق عليها الكيبورد الشاشة والفارة ويطلق عليها أيضا الماوس عند بدء التشغيل يجب الضغط على زر الطاقة أو الباور وهنا هننتظر لحظات صغيرة إلى أن يبدأ التحميل أو اللودينج وعندما يبدأ اللودينج ننتظر قليلا إلى أن يشتغل الجهاز ببرامج التحميل نوافذ إكس بي أو الويندوز فاهم يا كبير يا وجع مربربة بصوا يا جماعة انتوا الحراميين وانتوا البوليس الشرطيين عاوزكوا تقطعوا بعض عاوز فحت ريل فحت انجوي Two enemies left انقر 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 ايه يا مخبل انت شايفني فروج يا شمرطه قاعده قدامك لا لا العفو يا كبير انا قصدي انقر الايقونه ولا عارف اكل لا يا كبير انت عارفها كويس استهدى بالله فاكر لما قلنا نمسك الماوس ونعمل بيه دبل كليك دبل كليك ها شطور يا كبير شطور يلا شطور اللي ما عندكش تمييز كبير المزاريطه يتقال له شطوره
يا كبير يا كبير، انت عارف كل حاجه لوحدك. بص الاجابه ها هتنط من عينيك وهتفط علي. يلا 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 طلعها، يلا يلا قول لي الماوس رايح فين. يلا فاجئني، قول لي الماوس رايح فين. اقول لك فين ولا تزعل شيء؟ مالك قاعد عم تتلوك في القرموط في المي؟ ليه عم تعملني كيف العيل الصغير؟ اهدى بس يا كبير، انا فاهم دماغك صح، انت محتاج معامله خاصه، انت كويس وزين وطيب وياجي منيك، بس فهمك على جدك. صدق وتؤمن بالله، انت قليل عليك الجزم. والسكس الليدي 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 يوم عيدو، يا رب بارك 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 ويزيدو. خدي يا بوي تضربني بالسكينه يا فواز على البريدج ومن ظهري؟ ما انت اللي لابد لي ورا الجرار وعمال تنشنا واحد ورا التاني يا فتك يا ابو الفطاقه. طب وتضربني بالسكينه ليه؟ بتتمهزك بيا؟ ايوه. ما حداك رشاش، حداك بنادق، حداك فلفل حتى. مش مهم اني قتلتك بيه، المهم اني قتلتك وخلاص. ادي كم كام؟ 2-2. لمين؟ تعادل يا بوبي. تعادل يا بوبي؟ طب تحب نطبق ولا نطلع حبايب؟ كلامك ده يا فواز ملهوش غير معنى واحد ومعرفش ايه هو، لكن عامة ماليش انا في الحبايب ولسه في تطبيق. يلا بينا يا سماعيل. حاسب يا سماعيل من اللي جاي وراك ده؟ دول بيضربوا من الدهر. اما الدهر يا يوسف انت وحسنين. اضرب القنبله ياد، اضرب القنبله ياد ياد. خياني خياني يا رداني. ماشي يا نجاتي، عامل لي فيها فتك يا نجاتي. كل عمرك غداري ونادي. غدار انت تغنيني ولا ايه؟ انا كنت ممكن افرج عليك البلد كلها ومرضيتي. يا مين يا ابني انت؟ انت بتعرف بتقول ايه؟ ولا حاجه. الصوت العالي ده ايه؟ الصوت والضوء يا ابني. فواز ما تستغنيش يا فواز. ايه يا رجاله؟ حسك هيعلى بدواري كبير قوي ولا ايه؟ والله عالم. رجالة بشنباتة عم تتعاركوا عشان جيم كاونتر سترايك؟ طول عمركم حبايب واخوات. ايه انا جاتي نسيت ولا ايه؟ لما الحمار المجنون عضك وطلع يجري من اللي لحقه وطخه وخد لك بتارك مش فواز؟ وانت يا فواز مين اللي جاب لك حفلة بوخارست بتاعت مايكل بي اتش اس؟ مين؟ مش نجاتي؟ السكس الليدي 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 يوم عيده. يا رب تبارك 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 وتزيده. رست ان بيس كينج اوف بوب. يلا يا نجاتي يلا، انا عارفك غلط، روح حب على راسي. يلا يا فواز. حقك عليا يا فواز، انا غلطت في حقك وسائل لي ادراري. عارف يا فواز، انا لو كنت قتلتك كنت هقعد يومين من غير اكل. ما تقولش كده يا نجاتي، عارف انت لو كنت قتلتني كنت هجيت من البلد. لا فواز نجاتي. يا سلام يا اولاد، انا كنت هزعل قوي لو كنا فضلنا زعلانين من بعضينا. وعلى راي المثل، ما محبه الا بعد غباوه. ايوه صح يا نجاتي، انت غبي. كل من المدعوق اللي اسمه النت دي من النهارده مفيش نت في المزاريطه. فكوسه وقطمها جحش. ايوه وعلى راي الشاعر، ايه اوه لو سالوني بينا رجاله. بينا رجاله. ايه ايه تمن الحاجات فين؟ مين اللي هيدفع؟ يا جماعه المكان اللي اتدمر ايه؟ وزا في ماشي لفهله نزته نقفها. ميسي 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 والجون جون ميسي يا ميسي يا ميسي يا معلم حس زطاله في المديق. مين؟ انا جابر يا كبير. انا نايم يا جابر، نايم. انا نايم بس دي امر مهم قوي يا كبير. عم قدلالك يا حبيبي. موضوع ما يستناش يا كبير. انطر عاد، قلت لك بعدين يا اخي. راجل تبت، تعالوا لي بقى، ده انا حشيلكم الطين.
جوماني عاد ما سكتش، قلت لهم الشغل بالمرجع عادي ما ينفعنيش، ده احنا لسه ما خلصناش نص المخزن، ولا فاكرين يعني انني راجل كبير؟ يعني راجل كبير صح لكن عصب. بلك انت انا السنه اللي فاتت كنت بليز اثر بليز. الرجاله سمعوا البوجين دول قاموا نزلوا على الشغل كيف التراب. جاني حمزه وقال لي حاجه غريبه قوي قوي قوي. ايه حاجه غريبه قوي 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 دي؟ قال لي انهم لقيوا خزنه، خزنه قديمه قوي من ايام المرحوم الكبير قوي، ورثها عن جدود جدود جدوده. ايه ايه وبعدين؟ وهم بينفضوا الخزنه كان عليها تراب ياما، التراب ده دخل في نقاشيشي. قوم ايه؟ عم جابر عم جابر انت عايزني اقطع شراييني ولا اشنق نفسي عشان تستريح؟ ليه؟ بليز بليز اثر، فين الخزنه دي؟ في المخزن. حلو قوي. انت الرجاله يحطوها في اللوبي وانا هجيلك حالا. يحطوها في البوبي؟ وندرفول. زي ما اتفقنا يا كبير، كل اللي هنطلعه من الخزنه دي بالنص ما بيننا. توكلنا على الله. ايه ده؟ بحبك يا كوكي وبوسه كمان الكبير قوي. كوكي دي القيامه قامت يا اولاد. وين كوكي ده اسم بلدي قوي. انا معاكو. بص خلي ده من نصيبك انت، يعني ما مش عايزه. لا حول ولا قوه الا بالله. ايه ده كل دي؟ عقود جواز باسم الكبير قوي؟ ده عقد باسم سناء عبيد السيد بنت عبيد السيد. ايوه. وده باسم نبوية حامد ابو بكر. ايوه بنت حامد ابو بكر. وده باسم رضا عبد التواب البهنسي. ايوه بنت لتنجس بنت عبد التواب البهنسي. ما شاء الله وعرفت كيف؟ سوبر باور. ولسه الله يخرب مطانك يا كبير، ما فيش واحدة في البلد لما حطيت عليها داد. بابا 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 بابا. الكبير قوي مع الشحرورة. الشحرورة تحكي قصة أسرع زواج في حياتها. أجمل 6 ساعات قضيتهم في حياتي. اسمك سيظل محفور في قلبي للأبد. سنظل أصدقاء لن أنساك. حتى الشحرورة ما سلمتش منه. بص هو ماليش على الحكاية دي بصراحة. يوردات كنزير يا معلم. اخرس يا توماس الجحش من ده الزيريات الكبير قوي. هو ما يقصدش زير بمعنى زير، يعني هو يقصد يقول انه فلاتي وبتاع نسوان. اخرس يا جحش انت كمان. الله يكشفك يا بوي. اهدى. هيكون ايه يعني؟ ما هو صندوق اهو. ماني عارف يا هتير انت ان صندوق حديد. هنفتحه كيف ده؟ وايه اللي جابه هنا؟ انتوا لقيتوه؟ ايه ده؟ انت تعرف قصته؟ بليز احكي لنا يا عم جابر، بليز احكي لنا. جدكم الكبير خالص لقي الصندوق ده وهو بيفحر علشان يرمي اساس البيت اللي احنا قاعدين فيه ده، ومحدش كان خابر كيف يفتح الصندوق. جربوا كتير وحاولوا كتير لحد ما زهقوا، وعرفوا ان الصندوق مش هينفتح غير بحل اللغز اللي مكتوب عليه، ومن ساعتها واحنا ما نسمعش حاجه عن الصندوق. اوكي طيب ما نمشي زي القواعد ما بتقول. مش في لغز على الصندوق؟ ايوه. 8 قطط وبينهم اخطبوط وحلهم في السطح ملطوط. انك صعب عليه. هات يا عم. 8 نقط وبينهم خطوط والحل في السطح موجود مش ملطوط. حارت ودارت فيه الناس، بصوا للسطح ونسيوا الأساس. دلول الأساس ما كان السطح موجود. إيه الكلام الغريب ده؟ أنا ما فهمش حاجة. أساس وسطح ونقط وخطوط حاجة مخول. نقط وخطوط نقط وخطوط. بس أنا فهمت. إيه ده سحر. سحر كيف؟ سحر ما تعرفش السحر؟ ما عرفش السحر كيف يا وليه؟
معروفة، الراجل اللي بيطلع الفروجة من تحت باطه ويطلع الأرنب من البرنيطة. لا مش السحر ده، ده سحر الخطوط. خطوط ايه وكروت ايه يا هتير انت؟ اللهم احفظنا اللهم احفظنا. الصندوق ده معمول عليه عمل، وفي جن مقرمط على الصندوق ومكلبش فيه، وعمره ما حيسيبه إلا لما يتفك العمل من عليه، وساعتها يتفتح عادي جدا. انت هتلبسينا ليه يا وليه اللي نتلبس على اخر الليل؟ الله اكبر الله اكبر، بعيد بعيد سمحوه ما يعرفش. حاسب على كلامك يا كبير، دول معانا وحوالينا في كل مكان. تقول لي معانا وحوالينا في كل مكان يا وليه؟ حداك كلمه زينه قوليها، ما عندك اسم كتمه. ما فيش غير مولانا الشيخ شديد، هو اللي هيفك اللغز ده. مين الشيخ شديد ده؟ الشيخ شديد ده راجل مبروك. ولا راجل مبروك ولا راجل مزنوق، انا ما عرفتش نفسي في الحاجات دي يا كبير. ضرب خياره وقطمها جحش. حارت ودارت فيه الناس، بصوا للسطح ونسوا الاساس، ده لولا الاساس ما كان السطح موجود. لا الكلام ده ملهوش معنى، الكلام ده تخاريف. انا بقى حاسه ان الحل في الثلاث كلمات المكتوبين باللغه الغريبه دي. اكسكيوز مي، يعني انت عايزه تقولي لي ان الثلاث كلمات دول هيقولوا لنا مفتاح الصندوق فين؟ ايوه طبعا. امال السطرين اللي فاتوا دول كلهم عباره عن ايه؟ ماركه الصندوق؟ لا لا بص، الثلاث كلمات دول ممكن يكونوا عباره عن يعني جنب باب الشقه، تحت سجادة السفرة، الشنطة اللي فوق الدولاب. بالرغم ان الجملة الاخرين اللي انت بتقوليها دي اربع كلمات بس انا فهمتك. طيب سي ان انت صح، معناهم ايه الثلاث كلمات دول؟ بص انا مش عارفة بس انا هحاول اعمل عليهم سيرش يمكن اوصل لحاجة. اي جالت في ايه؟ لقيت حل اللغز. بص بقى يا معلم، حل اللغز ده في العلاقه التعمديه بين السطح والاساس. السطح هو سطح البيت ده، والاساس هو ارض البلد. لو ركزتوا معايا هتلاقوا ان في البيت ده في اربع اركان باربع نقط، وفي المزاريطه كلها اربع اركان باربع نقط، يبقى كده المجموع 8 نقط. الثمان نقط دول لو مدينا خطوط مستقيمه بينهم هنلاقيهم الثمان نقط دول هيودونا لثمان اماكن مختلفه. الثمان اماكن مختلفه في البلد دول هيبقوا بينهم خطوط مش متقاطعه مع اي خطوط ثانيه، لكن لو احنا مدينا خطوط متقاطعه معاهم هنلاقيهم كلهم بيتمركزوا في النقطه دي. والكلمه الوحيده اللي محدش اخد باله منها في اللغز ده هي حاره ودارت. هي ايه حاره؟ يعني ايه حاره ودارت؟ يعني حوران الشمس ودورانها. انا حسبت لقيت ان الشروق بيخرج من النقطه دي والغروب بيخرج من النقطه المعاكسه ليها اللي هي دي. لو مدينا خط من الشروق والغروب هنلاقي ان الخط ده ما بيتقطعش غير مع خط واحد في نقطه محدده قوي، وهي النقطه دي. محروق حورانك على دورانك على خطوطك يا اخي، ده الكلام اللي في الصندوق اسهل كتير. جوني ما تقوليش ان انت ما فهمتنيش. طبعا ما فهمتكش طبعا، يعني بس واضح ان الهري اللي انت هريته من شويه ده كلام مدروس وموزون. وفين المفتاح؟ المفتاح مدفون في النقطة دي. No way. No way المفتاح يكون هنا. جوني أنا حاسبها قدامك أربع مرات. بص I'm sure المفتاح هنا. توماس أنا العمدة. ما ينفعش أبقى ماسك معول وبحفر هنا، شكلي هيبقى weird. لا ما تخافش، إحنا مش هنحفر هنا، إحنا هنحفر جوه. Are you crazy؟ الناس جوه عيانة. شوف شوف الراجل بيموت أهو أهو، نعمله زي دست ودوشة، أنت مجنون. احنا مش هنحفر في المكان كله، احنا هنحفر في نقطه معينه، والنقطه دي ممكن تكون في حته يعني مش قلق قوي. انا مش ممكن اشاركك في عمل شيطاني زي ده. جوني كامون المفتاح جوه. جوني ايه دمار يا كبير؟ ده كيف في الوجع المربربه دي؟ هو الشيخ شديد ده اتاخر ليه؟ معلش يمكن الطريق زحمه ولا حاجه. الشيخ شديد يجيلك من بعيد، ما تهمهوش الزحمة ويفوت في الحديد. في ايه؟ فراخ بانيه. احنا جينا مطعم ولي. مالك يا برنس؟ قلقان شوية. فتهدى يا كبير. شفت عرف اسمك كيف؟ بسم الله ما شاء الله. هات اللي عندك يا كبير. شوف باختصار كده جدي الكبير خالص، وهو عم يحفر في اساس البيت لقى صندوق صغير كده. والصندوق فيه شيء سمين وهو ده المراد. مظبوط. كمل. الصندوق ده اسم الله على مقامك مكتوب عليه لغز، وما ينفتحش الصندوق غير لما تحل اللغز اللي عليه. اللهم صل على النبي عليه الصلاه والسلام. اني قنقف. قول اللغز بيقول ايه؟ بقول لك تم النقط وبينهم خطوط. قول لي نقطة منهم. انت حتروش يا شيخ. موها كمل. تم النقط وبينهم خطوط والحل فوق سطحهم موجود،
حارت ودارت فيهم الناس، بصوا للسطح ونسوا الأساس. لولا الأساس ما كان السطح يكون موجود. موجود موجود. احنا شاكين كده يا مولانا ان الصندوق ده عليه سحر الخطوط، وان فيه جن مقرمط على الصندوق ومسوجره، وعشان كده احنا جينا لك عشان تفك لنا اللغز ده. هو سحر الخطوط من ايام الجدود في الصندوق موجود، وهيفضل ممدود لحد ما يقول العوان والمستخبي يبان ونفك القيود. وهنفك القيود ده كيف يا مولانا؟ نعرف الاول مين الجن اللي مقرمط عليه ونساله عايز ايه. وهنعرفه كيف؟ نجيبه هنا وسطينا ونستفسر منه. هنجيب مين هنا يا رجل مخبل انت؟ ها براحتك، ده باين يبقى مرن طافع. نركز بقى شويه مع بعض عشان نحضر الجن سوا سوا. انا اللي هسيبكوا سوا. اقعد اقعد. الحركه اللي هعملها دلوقتي لازم تعملوا زيها بالظبط، واللي هيغلط انا مش مسؤول. يلا يا جني قرب مني قبل ما ماما تسأل عني. يلا يا جني قرب مني قبل ما أمي تسأل عني. ماما ماما حاضر. انت مين؟ انت مين وعايز ايه؟ انا سمير يا شدو، انت نسيتني ولا ايه؟ اهلا سمارة، ازيك يا سمرة؟ عامل ايه؟ تمام يا شدو، انت اخبارك ايه؟ تمام يا صاحبي الحمد لله زي الفل. ينفع كده يا عم سمير؟ ما نتقابلش غير في الشغل وبس، ما فيش مره تعمل لي مفاجاه وتشد المدام في ايدك وتيجي تزورني؟ مشاغل بقى يا شدو، انت فاهم خير. انت بعتلي في حاجه؟ انت مزعل الناس الحلوه دي منك ليه؟ مفيش يا عم جديد، ده كان حوار كده بيني وبين الراجل اللي دفن الصندوق ده. ايه حوار قلق يعني ولا ممكن نحله حلو كده بالمحبه؟ مفيش، كان واخد مني فلوس يا عم ومات من غير ما يرجعها لي. كام يعني؟ 25,000 جنيه. قريبه يعني. والراجل الكبير بتاعنا ده راجل كباره وما تفرقش معاه المبالغ التافهه دي. احنا بس كنا طمعانين في كرمك تنزل لنا باكوين ولا ثلاثه. عذبه بس ما تموتوش. ما هي ما فيهاش اصلا يا شدو، وبعدين زمان ال 25,000 دول كانوا ضلع، انت بس مستهيف الرقم دلوقتي. انا لو حطيتهم في بنك كانوا عملوا لي كام؟ وانا بقى لو قلت فوايد ولا عوايد وجبت معاك من الاخر لما لقيتك انت اللي في الطالعه دي. معلش يا سمره، ما احنا اصحاب برضه، الراجل الكبير بتاعنا ده راجل محترم وعايزين نعمل معاه اي واجب. بس ما تجيش عليا برضه عم جديد. وانا اقدر برضه يا سمره، مفيش غير بس الباكوين اللي قلتلك عليهم. ها قلت ايه؟ بس يعني ما بسش بقى يا عم، هي حلوة قوي كده جبرت عشان خاطرك انت بس يا شدو. ربنا يخليك يا صاحبي، اهو كده استبينا. يلا شد ومد. سلام يا شدو. مع السلامة يا سمرة. ها ايه رأيك بقى يا عم؟ اظن كده خلصتلك الحوار بتاعك تمام التمام، واحمد ربنا ان هي جت في سمير. لو كانت جت في جني حراق كان طلب منك دولار ويني ويورو، وكان قال لك كاني وماني ودكان الزلباني. ربنا يبارك لك يا شيخ جديد، الواحد مش عارف من غيرك انا هيعمل ايه. الحمد لله. خد يا كبير الحجاب ده وتبعت لي الفلوس مع اي حد، والساعه 12 بالظبط تكون وصلت الفلوس لسمير. انت تفتح الحجاب ده ترشه على الصندوق يقوم مفتوح على طول، وما تنساش تبعت لي العمولة بتاعتي، أنا باخد 10%. مسافة السكة والفلوس هتكون عنديك، بس أنت متأكد يعني إن الصندوق هينفتح وهنول المراد؟ حي حي، هتنول المراد من رب العباد. الساعة 12 ها؟ يا بنت الساعة 12. طب يعني أعمل إيه؟ فض الحجاب على الصندوق. لا فضيه انت. لا فضيه انت. انت خايف يا كبير ولا ايه؟ اه طبعا لا، بس يعني ممكن يكون في عفاره ولا غباره، وانت عارف عندي حساسيه. ماشي. امسك نفسك يا كبير، بهزر معاك. تاني مرة تعمليها اضربك بالجزمة. حقك علي. يعني ايه؟
يعني ايه؟ يا ابن ال زي الزفت. على فكرة بقى أنا توصلت الحاجة، مش خط التقاطع ده كان مودين على نقطة؟ النقطة دي هي نقطة الشرطة. هو أنت مصمم تودينا أي داهية وخلاص؟ مش مكفيك إن العنبر كله دخل العناية المركزة بسببنا؟ أنا عمري ما هنسى شكل الراجل العجوز اللي هو بيعرج ده وكان عمال يترجانا عمري ما هنسى. معلش. أوعى. معلش. مش أنا قلت لكم يا جماعة إن اللغز ده كلام فارغ؟ ما صدقتونيش. أنا بقى متأكدة إن حل اللغز ده موجود في الثلاث كلمات المكتوبين باللغة الهيروغليفية دي. ووصلت الحاجة؟ يعني خلصت معظم الرموز، فاضل لي بس ثلاث أو أربع رموز كده هقعد أعمل عليهم سيرش عشان أخلصه. محروق السحر على الشعوذة على شورتك يا فتاية. حقك عليا يا كبير. طلع نصاب والبلد كلها عارفة والحكومة عارفة. ونش عرفني يا كبير. فين زفت الصندوق ده؟ أهو صندوق أهو يا كبير. هكسره. كسر إيه يا مجنون؟ سيب مش من حقك. آه بس فهمت. فهمت إيه يا دحش أنت؟ اللغز التمن نقط اللي بينهم خطوط هم الصندوق، الحل على السطح موجود وهو سطح من أسطح الصندوق ده، يعني حارت ودارت فيه الناس وهو ده اللي حصل لنا دلوقتي. تصدق معاك حق، لو الكلام على الصندوق ده يبقى السطح هو الحتة اللي فوق والأساس هو الحتة اللي تحت. Exactly. طب وإيه موضوع ده لولا الأساس مكان السطح موجود؟ لا دي حكمة كده بتتقال في الآخر عشان الناس تتوهم ويبقى فيه جو سسبنس. أقعد افتي أقعد افتي بعرفك ده. وصية الكبير خالص جدي إلى أبنائي وأحفادي أو أي شخص يجد هذا الصندوق ويستطيع أن يحل اللغز الموجود عليه، لقد تركت ثروتي كاملة لك حلال عليك، الثروة التي ظللت أجمعها طوال 50 عاماً من عمري وقد جمدتها في صورة ذهب منعا للتلف وهي موجودة بداخل الصندوق. إيه دي؟ جنيهين ذهب، ولكن ليست هذه هي كل الثروة التي تركتها. الثروة الحقيقية التي يجدها من يفتح الصندوق هي الحكمة والصبر والعزيمة. حلو قوي، انت تاخد الصبر والعزيمة والحكمة والحاجات دي وانا اخد الاتنين جنيه ذهب. هم يعملوا كام يا توماس؟ 2500. لا لا خليهم لك. بس انا عرفت الحروف اللي ناقصة. صنع في الصين؟ صنع في الصين؟ أيوة سيب دي يا جم. استنى يا جم، يظهر في حاجة مهمة. I adore this film. سوى شفته أكثر من 100 مرة مثل غير دلوقتي ما زهقتش منه. توماس! Are you crazy? جوني، سوري أنت مش مقدر حجم المسؤولية اللي أنت بقيت فيها. Easy man. تقدر تقولي أنت بالك قد إيه عمدة؟ يعني like حبة حلوين. اوكي الحبه الحلوين دول عملت فيهم ايه؟ nothing. كل اللي انت عملته انك حلقت للبروجرام اللي احنا عاملينه وبقيت تعمل الحاجات اللي انت بتحبها بس. اوكي I'm sorry. من النهارده هعمل الحاجات اللي انا بحبها وهعمل الحاجات اللي انت بتحبها كمان. هابي كم عمد البلد فين؟ اه صح البلد. انت نسيت ان انت عمده؟ نسيت ان العمده ده لازم يتواصل مع الناس اللي في البلد؟ يعني اعمل ايه يعني؟ اروح لكل حد بيته واتواصل معاه شويه؟ سيب الموضوع ده عليا، انا عندي الحل. سبيريت مان. الميديا. الميديا جوني هتخليك تخش كل بيت وتقول اللي انت عايز تقوله. انت ما بتشوفش هوليوود والشقلبه اللي عاملاها في الناس؟ ده حتى هنا في مصر الميديا عامله شغل جامد قوي. عندك مثلا البلوفر اللي كان لابسه عمرو دياب في الكليب بتاع تملي معاك، عارف اتباع منه كام قطعه؟ 2 مليون قطعه ومضروبين. ده المزرطه لوحدها شاريه ولا 10,000 قطعه. اوكي طب يو نو ان الدمبلز ال 3 كيلو في اي جيم في مصر بقى اسمه روبي بعد الكليب بتاع العجله؟ عارفه بتاع ليه بتداري كده ولا نداري كده ولا اتس سو هوت. يعني انت عايز نعمل فيلم؟ واو
انا بطلة يا جوني. اوكي بطلة ايه وفيلم ايه الهبل ده؟ احنا هنعمل قناة المزاريتا تشانل، قول مش كده؟ الفكرة دي جامدة جدا. بس هتكلف فلوس كتير في الاول بس، لكن انت كده كده هتلم فلوسك وهتكسب، يعني اعلانات سبونسرز. انا موافق، بس خلي الموضوع سيكريت عن مين. بالله العيال دي عم تطبخ في حاجه، ادينهم سابوه على الحال ده. ود 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 ود. طب واحنا مالنا؟ ده حتى المثل بيقول صباح الخير يا جاري، انت في حالك وانا في حالي، خلينا في حالنا يا كبير. بص يا جوني، تعالى توماس، بص اللوك ده كويس بس ده احسن، حاسه اوريجينال اكتر صح؟ ثانية واحدة. رايت. بصراحة يا جماعة أنا عاجبني اللوجو الأولاني. بس اللوجو الأولاني يا جوني حاساه عادي يعني مش. التاني أحسن بكتير على فكرة. إيه ده؟ أنتوا مالكوا؟ أنت طلعت بره الموضوع خالص، وأنت نسيت نفسك ولا إيه؟ أنا صاحب القناة، أنت شغال فيها، أعرف حجمك يا توماس، أنا ممكن أدمرك. أوكي كام داون، الحكاية مش مستاهلة. بعدين إحنا اتفقنا من الأول، أي حاجة ليها علاقة بالستايل والفاشن. أوكي. أشلي. عملت ايه مع شركة الستلايت؟ هم لسه باعتين ايميل حالا بيقولوا فيه ان الدفعة الاولى وصلتهم البنك بتاعهم والتردد بتاعنا اتحجز. جريت، كده يبقى ابتدينا جد. كده مش فاضل غير هدرس يجيب التصريح اللي بقالها اسبوعين واقفة، مش فاهم انا ليه هم اللي عطلنا. التصريح وصلت. شفتي كم مهندس كيف؟ كان داخل صوتك في البهيمة. عندك حق يا كبير، بينهم مرقدين على مصيبة، بس انت عارف قرار الموضوع ده تلقاه كيف؟ كيف؟ انا اقول لك. انتج يا هاتفوت. انتج اقول ايه؟ يعني ما نمكش تعترف؟ عليا. اهلا اهلا يا كبير، خطا عزيز، انا ورت المخزن. افارم عليكم يا رجاله. عامل ايه الواد معاكم؟ متربس حبتين، اللي مش شويه عيقل. اديله قديه؟ لا مش كتير، هديل ساعتين زمن دلوقتي. باه ابني حيموت طالع من المويه هديل. ده مهما كان يعني بلدياتنا وموت هيأثر فينا. ادرس تعال يا ادرس، ما تخافش انا مش هزيك، انا لو عاوز ازيك هزيك، انا مش عاوز. انت عاوز؟ احب على قدك يا كبير، مش عاوز. زين قول يا ادرس. اقول ايه؟ الناس دي هذيلا ساعتين هتعدين فيا ويقولوا لي قول قول، قولوا لي بس اقول ايه وانا اقول على طول. باه وانت ما قلتلوش اللي قلت لك عليه؟ جلابك ما قلتليش. انا اقول لك اللي قلت له عليه وما قالهولكش. قول دلوق. جوني وجماعته عم يطبخوا في حاده بقالهم شوي، ايه هي؟ حاده؟ تفتكر ايه هي؟ ظاهر ان صحتك جات على الميه وجوا المصايف يا هدرس فزاع. عمر جلابك. اقول 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 قناه سيدوني، هيعملوا قناه عتاجي على التلفزيون. قناه ويطلع التلفزيون والحاجات دي. اسمع يا هدرس، لو فتحت خشمك بكلمه واحده اخلي اكبر حته في قدك ده، ولا ليه؟ انا هديك عينه مؤقتك ده عشان تفكر مليون مره قبل ما تفتح خشمك يا اشرف. امر يا كبير، اعمل الصح. تعمل يا كبير. بلاش الصح يا كبير، بلاش الصح يا كبير. اعمل لي قناه اعمل لي عشره. يعني هنعمل ايه يا كبير؟ انده للواد بسيوني ساد ده بتاع الدش وحصلني على الدوار. امر جنابك. اسمع يا بسيوني وركز معاي زين. امر يا كبير. انا عاوز اطلع في التلفزيون. كيف يعني؟ عاوز تمثل؟ امثل كيف يا جاموسه؟ ما تستغباش. انا عاوز يبقى لي قناه كيف القنوات اللي بتجي على الدش دي. بسيطه يا كبير. بسيطه كيف؟ هتجيب لي 10,000 متر سلك وفيديو، والشرايط اللي هنحطها في الفيديو ونزيعه للناس. اهدى يا بسيوني لا طخك، هتطير ولا ايه؟ وبعدين كمل. بس كده؟ بس كده؟ و80 جنيه شغل يدي. ماشي ماشي. وكده القناة تاجي في التلفزيون؟ تاجي يا كبير، والمزاريتا كلتها تشوفها. حق هادي يا بسيوني، لو عملتها هيبقى ليك الحلاوة. عيب يا كبير، ده أنا بسيوني ساد اللي دخلت الأوروبي واجي يجيب لي. أنت هتتنطط ياد ولا إيه؟ قصروا، ما
الموضوع ده هياخد في يدك قديه؟ اسبوعين بكثيرة، وتلاقي البلد كلاتها بتتفرج عليك وتبقى نجم كبير. اللهم صلي على النبي. اسمع يا ولد، الموضوع ده لازم يتم قدامي. لو حد خد خبر يا بسيوني حقطع شلقك وارميك قدام القطر رايح جاي، وبرضو همسكك السلك عريان. هيبقى يوم تاريخي. I can't wait man, I can't wait. اخيرا بكره هاخد خطوه جديده في مشواري الاسطوري في المزاريطه. عيب عليك يا جوني، انا عمري وقعتك؟ انت مالك بالموضوع؟ انت كل ما اعمل حاجه عظيمه تحشر نفسك وخلاص. انت حيلا ايه الفكره؟ ايه يا جوني كام داون، في ايه؟ يا جماعه انتوا مش ملاحظين حاجه غريبه اليومين دول؟ لا مش اليومين دول، ده من زمان قوي انت مش واخده بالك. كل ما اعمل حاجه عظيمه واسطوريه يقول لي انا فيها وانا اللي عاملها. لا 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 مش هو ده قصدي. قصدك حبوب الشباب بدات تطلع لك؟ ايه ده؟ انت خدت بالك؟ باين قوي بصراحة. بصي انت خفت شوكليت وعصبية. بجد؟ لا حاجة تانية. ايه انطقي. يعني الكبير لا ليه حس ولا خبر ولا بينطلنا كل شوية كده زي عوايده. تلاقيه ملطوط بس في بهايمه ورجالته وزرايبه وقرايبه والحاجات دي يعني. ده حتى فزاع اختفى. فزاع حبيب القلب. فيزو بموت فيك يا فيزو، بليز ما سيبنيش يا فيزو. جوني دي اختي. فيزو يا عيني عليك يا ود ابوي، يا عيني عليك. عم يحرت في مية ما داريش باللي هيحصله لما تنزل قناة الكبير. انت ما ناويش تعمل اعلانات في البلد ولا ايه؟ ناوي بس في الوقت الصح اللي هو ميت الوقت الصح ده. ما تشغليش بالك انت يا هدية، انا عاوزك تركزي زين في البروجرام الاسبوعي اللي هنحطه في القناة عندنا. اديني قاعد اكتب في البروجرام بتاع يوم الافتتاح. ها يوم الافتتاح ده لازما ولا بد يبقى على رأي المدعوك، ده يوم جامد جدي. توماس ها شكلي ايه؟ بيرفكت ستايل ها. طب قولي الساعة باينة كده؟ باينة ها؟ اوكي. ايه؟ اقفش عشان ابقى جان؟ لا 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 لا، انا عايز ابقى انا فانكي وايلد، فاهم؟ ما تتدخلش في المراكش فيه، همشيك. اوكي يلا يلا. ستاند باي 5 4 3 2 1. صباح الخير يا مزاريطة. صباح اشتاط. النهاردة يوم ميلاد قناتكم الفضائية الجديدة الجامدة جدي مزاريطة تي في. هتروشكو وتفرفشكو وفي مشاكلكو هتحللكو مع مزاريطة تي في. المزاريطة بقت على الخريطة. ايه؟ عيد. مش عيد تاني، مش عيد تاني. مش هتديني اداء، انا عملت ده وخلاص خلص الموضوع. مش ممكن. اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجنا الجديد، برنامج الست الفت. النهارده اولى فقراتنا هي فقره الاكل، وطبعا كلنا بنحب الاكل بس نخلي بالنا عشان مش نبقى فات زي الدببه. والنهارده هنحضر اكله بسيطه جدا وهي فطيره البروكلي بالرمان. وانا عارفه ان الاكله دي كل الاطفال دايما بيطلبوها منكم، يا مامي عايز فطيره البروكلي بالرمان، يا مامي عايز فطيره البروكلي بالرمان، ودايما بيشتروها من بره. بس لا، نقول نو ونعمل ستوب ان ذيس بوينت ونخاف على صحة أولادنا وعلى الديجستيف سيستم بتاعتهم. إحنا هنا في برنامجنا الست الفت مفيش حاجة اسمها مستحيل، مفيش حاجة اسمها إن البيبيز بتاعتنا ياكلوا من برة. إحنا هنا بنعمل كل حاجة في بيوتنا بإيدينا النظيفة، والمقادير بتاعتنا سهلة جدا وبسيطة جدا جدا وموجودة في أي سوبر ماركت. والمقادير هي 1/2 كوب أوف زيت زيتون، 3 حبات رمان، بصلتين مبشورين، و بيض وملح بيدوب في نص كوباية مية دافية، والدقيق
وطبعا البروكلي. والبروكلي ده ايه؟ مش هو الكرات اللفت من غير ميه. نقول المقادير مره تانيه. ودلوقتي جه ميعادنا مع الفقره اللي بتحبها كل ست، عرض فظيع بل فوق الفظاعه من كل دافلهات العالم. ده شكله ده كاس العالم للمقتبين. طب خلص خلص جبرين امك. But now that I've had time to absorb it, loving this. It's all working out. Yeah, I didn't throw any of that out. It's all working out. Me and Charlie, you two. You know what we should do? The flapneck chameleons of Africa simply prep a burrow for their kids, and then they leave them to fend for themselves. First, Mom uses her zygodactyl feet, that means two toes facing forward and two facing backward, to dig a deep burrow in the earth. Now that she's created... قروا في قرفكم! يمين بالله العيال دي لوزرز! أكبر لوزر زي كبير! هي العيال دي هتيرة ولا إيه؟ عندنا برنامج عن السحالي والإفراس! دول مليين البلد، إحنا بنجيبهم من الحيطة بالشبشب! لا ولا البت أشلي جايبه لك نسوين كأنهم نازلين من الفضاء وتقول لك قاليه موضة! بس ما تقوليش نسوين! على رأيك يا كبير! هي دي نسوين! فين الست إليسا والست هياتم وال... شوفي عم يعملوا كيف الجحش! شوفي شوفي! على فكرة دي مسروقة! مسروقة منين؟ بنت ماي رايت اللي هو أنا ده بتاع العيل العفش اللي غني راب اللي اسمه اكزيبت دي اللي عمال يعمل كده. صح. اهلا وسهلا بيكم في برنامجكم حمار الاحلام. البرنامج ده يهم كل مزارع وكل حمار. احنا عملنا بحث لقينا ان اهم وسيله انتقال في المزاريطه وكل القرى المجاوره هي الحمار. بس ليه كل الحمير تقليديه؟ ليه؟ ليه كلهم يا ابيض يا جراي يا... ليه؟ ليه ما فيش حمار مميز؟ ومن هنا بقت دي فكرة البرنامج، إن إحنا هناخد حمارك التقليدي وهنحوله لحمار الأحلام. وفي حالة عندنا اللي هي مشمش، قال يعني لما سماه مشمش بقى مش تقليدي أهو، وصاحبه اسمه عم سعيد. تعالوا نشوف الحكاية. إن مشمش عندي من هو عيل صغير، ربيته واعتبرته عيل من عيالي، بيجي في معزة عيل من عيالي. ومن سنتين ثلاثة حصل إن مشمش اتشقلبت أحوال، ينهج ليل ونهار ويوقع طراق ويقعد يتمرق في الارض وحوشه. والمهم قلت لازم القى حل للمشمش. عرفت ان سجوني عامل برنامج في القناه بتاعته، قلت اروح لسجوني يمكن يلقى لي حل. ولما جيت لسجوني وديته الحمار وقلت يمكن ربنا يعني يكرمنا ويبقى الكرم كله يجي على العمده جوني يعني، وربنا يسترها ان شاء الله. وعم سعيد كان هو فعلا سعيد الحظ، عشان هو اول مشارك معنا في برنامجنا حمار الاحلام. عم سعيد، السلام عليكم يا عمتي. What's going on brother؟ بومبو تمام تمام. How you doing؟ تمام. جاهز تشوف المفاجأة؟ جاهز إن شاء الله. أعصابك حديد؟ والله رجلي ما شايلانيش، بس يلا ربنا يستر. 3 2 1 إيه ده كله؟ إيه اللي عملته في حمار؟ يا ولاد العبيطة، شفتي عملية؟ يا ساتر يا ساتر، انت تدخل سويقة في حريم؟ العفو جنابك، حاجة مهمة. الواد بسيونيسات عيبلغ جنابك انه خلاص كله تمام التمام، عمل التوصيلات وجهز الجلال البسي، ومن بعد بكرة من نجمة قناة الكبير هتبقى على كل التلفزيون في المزاريطة. عفارم عليك يا بسيوني، هذا فزاع. امر جنابك. عاوزك اول ما الليل يليل، ما احنا بالليل اول ما الناس تنام ارتحت كده تنزل تبذر البلد كلها بوسترات وفلايرز. يلي فلايرز داي؟ فلايرز يا بروشور. انا عاوز اول ما الناس تصحى الصبح تلقى اعلانات قناه الكبير مغرقه كل مكان. امر جنابك، هيحصل يا كبير. فزاع. طير انت. ايه كل البوسترات دي؟ وايه المكتوب ده؟ تشوفها تظبطك تقلبها نعبطك. العجل فطمه؟ ايه ده؟ ده كمان كاتب فوق K1. K1؟ K1 يعني ايه؟ قناة الكبير 1؟ K4 كبير؟ يا
يا ابن اللعيبه. لا 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 لا، اوعى تقول لي ان ده اعلان قناه، ده اخره اعلان دروس تقويه. رضا زينهم ملك الكيمياء. لا 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 لا، وبعدين الباك جراوند وحش جدا والستايل زباله، وايه الكلام المكتوب ده؟ انت عارف اكتر حاجه مضايقاني ايه؟ ايه؟ مش انه بينافسني، انه قلود ملوش ستايل. قال وانا بي زي وزي هدرس زي بقيه البلد كلها. ما يا جماعه مش معنى ان انا ستايلي جامد جدا وشكلي روش الناس كلها تقلدني. طب ما انت هو صاحبي بقالك كتير وليك ستايل تاني. لا بس مفيش حد قلدني. ايوه عشان انت ستايلك مش جامد قوي زي، يعني جامد بس مش جامد قوي. اوكي. على فكره السلوجان ده ينفع راب جامد جدي. بص تشوفها تظبطك اه تقلبها نظبطك اجي تشوفها تظبطك كما تشوفها تظبطك اه تشوفها تظبطك. توماس انا مصدوم. لا بجد مصدوم. انا في الاول كنت فاكر ان هدرس بس هو الوحيد القلود. طلع لا الكبير كمان. ده ناقص يحلق شنبه ويشيل العمه ويعمل راسه زي. مش ممكن يعني. انا خايف بجد انام في يوم واصحى الاقي البلد كلها جوني. انا جت لي فكره برنامج حلو قوي ممكن احطها في القناه. ايه؟ بي يور سيلف. حلوه جدا. استنى بقى بي يور سيلف. ايه ده؟ تفتكر الكبير يكون عامل برامج شكلها ايه يعني؟ اكيد حاجات يعني كاتيانه اكيد. اكيد يعني يعني ممكن يقلد الثمانينات مثلا. يعني يعمل مثلا برنامج يسميه اوتار الليل. عارف الورده اللي الموجي بيجيبها يمين وشمال. حبيبتي اشتقت اليك. لا ريلي اشتقت اليك متاجي. عارف ممكن يكون عامل ايه كمان؟ ايه؟ برنامج منوعات ويسميه كر صهر. تفتكر الكبير يكون جايب مين مذيعين يعني؟ أكيد مش هجيب منى الشاذلي. شور يعني بس ممكن يجيب حد من الغفرة بتوعه. أشرف. أشرف. وياخد أشرف بقى يعمل بيه برنامج أشرف حول العالم. كل يوم مغامرة في غيط شكل. يعني مرة غيط مانجا، مرة غيط موز، مرة غيط لوز. حول علمك بقى، البرنامج ده هيبقى حصري على القناة. حصري حصري بقت موضة أصلها. ده إحنا هنشوف أيام. ضحك جدا. بس تعرف يا معلم؟ إحنا ربنا بيحبنا موت. ليه بقى؟ ليه؟ عشان إحنا من جوه طيبين بجد. وكيوت حقيقي يعني. سبحان الله ربنا بيخلق الحاجة الحلوة وعشان تحس بجمالها وحلاوتها بيخلق جنبها الحاجة يعني مثلا التين البرشوماتي والتين المشوك الاتنين تين بس. أهلا وسهلا بيكم على قناة الكبير ون وأولى حلقات برنامج المسابقات المثير. برنامجنا بيعتمد على الذكاء والفطنة وينمي قدرات الطفل المزاريطي. وصدقوني البرنامج ده مش للأطفال وبس، لا ده هيشد الكبار كمان. عارفين يا أولاد اسم البرنامج إيه؟ جوستي. ما سمعكم شي، اسمه إيه يا أولاد؟ جوستي. براو عليكم. ومعانا العروسة دي اللي هتكون صاحبتنا طوال حلقات البرنامج. البقرة دي هتقول السؤال بس بعد ما يقول لها حد جاموستي. يلا يا حد عم مجيد. جاموستي. حاجة بتنور لنا الدنيا ومن غير كهرباء سهلة قوي. حد عرفها؟ ها جاموستي. ماشي. في الشتاء بتدفينا وفي الصيف بتلسعنا. ها قول انت. جاموستي. جاموستي ايه يا جاموس انت؟ ما هو اضحكي في السمسة. ها اقول انا قبل هذي. اقول انا اقول هني. قول يا حج عبد المجيد. وابو الجاز. جاز لما يحرقك. تبدأ المعركة دلوقتي. عم بنسبلها ومسكوا في بعض. تبدأ بالبني اللوكمية. تبدأ باللوكمية. تبدأ بالشلوك. سوفليكس رائع مع تثبيت القدمين. تنين. أوبا. أوبا 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 أوبا. أنا بجد مش قادر أفهم يا توماس. ليه الناس كلها موجزة بالقناة الكبير؟ ليه؟ أنا مش مصدق. احنا كنا محققين اعلى نسبه مشاهده في المزاريطه والقرى اللي حواليها، المقاليطه والبقاليطه والملطيطه. وبعدين هنعمل ايه جوني؟ احنا في نزول مستمر. احنا بنقع. عارف. احنا بنقع. عارف. بجد احنا بنقع. عارف عارف. خلاص هنعمل ايه؟ طيب انا مش فاهم. الناس سايبين الام بي اي. تخيل سايبين الام بي اي ويتفرجوا على مصارع حريمي. انا بجد مش مصدق. قولي بقى احنا نعمل ايه لو سمحت. لا جوني جوني. سوري سوري. انت بتتفرج عليها؟ سوري سوري. اصل كانت بتضربها قطعتها خالص. بص جوني خليك معايا. قول لي هنعمل ايه. توماس توماس يعني انت عملت اللي عليك خلاص. اوكي في حدود امكانياتك
انت بجد يعني شابو، عملت اللي عليك. بس هتعمل ايه؟ ربنا خلقك، امكانياتك قد كده. دلوقتي انا هتدخل. انت مشكلتك يا توماس انك من بره بس قشره، يعني ما عرفتش توصل للكالتشر والجمهور عاوز ايه، ما عرفتش تعملها دي لانك من بره سطحي. يعني حتى التاتو بتاعك تنين، يعني ايه تنين؟ ولا حاجه. بص يا معلم، احنا اشترينا افلام اكشن وساينس فيكشن. في ماتريكس، افاتار، ايرون مان، باد بوي. بص يا معلم، احنا ننزل اي تي في افاتار في ماتريكس. يا هتشوف، تعالى كده بس. او ماي جاد، جامده ام احمر. ها انت شفتش حاجه؟ ام ازرق دي في اول الماتش كانت لابسه نحله، لما قلعته بهدلتها خربشه وعض وضربه. او ماي جاد، وايلد كاتس. ده يعني هو عمال يضرب كل التوائم دول مره واحده؟ طب هم معقول كل دول جم في بطن واحده؟ ايه يا زوير، ما انت جاي انت واخواتك ال 12 في بطن واحده. اقلب يا ده يا زوير، اقلب ورينا قناه الكبير جايبه. اعزائي المشاهدين، دلوك معاد ختام برنامج اللي يشوف بلاوي الناس تهون عليه بلوته. واحب اشكر المعزه بسين الف اللي حكت لنا بلوتها مع جوزها جيم نون اللي باع جاموستها من وراها، الجاموسة اللي جابوها لها أهلها من وهي طفلة وقضت معاها أحلى سنين عمرها. وحب أقول لها معلاش، ما تزعليش، الجاموسة تروح وتاجي، إنما جوزك ما يتعوضش أبداً، جوزك ده بميت جاموسة. وأخيراً أحب أشكر كل الزملاء اللي شاركونا في البرنامج. إعداد عم محمد الضيصطي، مصور الحجة أبو المكارم، مهندس صوت سامح جمال، مهندس ذكور سامر الجملاوي، جرافيكس الحج مناويشي، والمخرج الكبير الكبير. ومع تحياتي هدية مرة الكبير. ستوب، طلعت موهوبة يا بقرة. أنا كنقفت طبعاً عشان أنا إنسان سطحي وقشرة وبفكر في الأمور من برة، وإنت بقى إنسان عميق وبتفكر كويس. فطبعاً لما تنزل بإيتي وبعد كده ماتريكس وبعد كده أفاتار، فالناس هتتوهم وتتفرج على الفيلم اللي إنت شايفه قدامك ده دلوقتي. لعلمك بقى، الناس دي بعد ما جربنا معهم كل حاجة برضو مش هيتفرجوا علينا. لعلمك مفيش أي أمل. برافو برافو، خلصت؟ في حكمة قديمة كان بيقولها راجل حكيم، أنا مش متذكر أصله منين الحقيقة، كان بيقول العبرة بالخواتيم. خواتيم it's like جمع ختمات، اللي هي نهاية الحاجات. أوكي. فاللي أنا عملته ده كله يعتبر first step، بس لسه التقيل جاي. اتفرج، أنا هنزل بحاجة هتخلي الصعيد كلها تقعد في البيت، ولا حد ينزل يزرع ولا حد ينزل يقلع. هنزل بأليس إن وندرلاند. أوه، أمال إيه يا معلم؟ هينزل يكسر الدنيا. لعلمك أنا كنت أقصد إن أفاتار ينزل من غير نظارات. الناس فعلاً، الجمهور كله لما شافه حس إن في حاجة مش قد كده. لما نزل النظارات مع أليس إن وندرلاند، الناس هتتوهم بالجرافيكس. 3D يا معلم، 3D. ولسه الأتقل. إيه؟ التوك شو. توك شو؟ ناوي يعمل حاجة تخلي دكتور فيل وأوبرا ينفسنوا مني بجد. بس يعني توك شو ده هياكل هنا في المزاريطة؟ اللات يا معلم، اللات. احنا طول ما احنا ماشيين في الشارع لات، في الغيط لات، الناس بتحب اللات. ايه انجح ثلاث برامج في مصر؟ قول. القاهرة اليوم، البيت بيتك 90 دقيقة. كل ده ايه، برامج طبخ؟ لا، توك شو. يعني برنامج زي 90 دقيقة ده نعمل حاجة زيه ونسميها 60 دقيقة. ايه القلش ده؟ ليه ما عندكش شخصية؟ ليه حرامي كده؟ مش قلت لك انت قشرة من بره وبس؟ فقاعة، مجرد فقاعة؟ الناس تقعد عشان تعمل 90 دقيقة وانت تاخد 60 دقيقة على الجاهز كده؟ طب خلاص بلاش، نعمل برنامج الخامسة مساء، يعني بيبقى بدري شوية علشان الناس هنا بتنام بدري. السادسة مساء، السابعة مساء. دم الاجتماعي، انت تعريفك دم الاجتماعي، لو اتفقع ملوش وجود.
عبارة عن فقاعة عاملة تاتو وتنين. توك شو كيف يعني؟ برامج يا كبير اللي يجيبوا فيها الناس يتحدثوا ويرطوا، كيف برنامج الأستاذ اللي هتحبه كتير ده؟ ممدوح فرج؟ هاي أنت بكلمك أنت كير جنابك يا جاموسة. أنا بقول لك الكلام اللي هو بيقوله في البرنامج. لا لا لا، قصدي جنابك اللي بتاع الأخ اللي هتحبه كتير، عمري بيه أديب عمورة، ده راجل عسول وكيوت خالص. إيه رأي جنابك لو تعمل عندينا أنت المزاريطة اليوم؟ والله فكرة مليحة، جبتها كيف دي؟ ونعملوا فيها فقرة ونسموها اسألوا كبير. جديدة الآن جدية كبير. شوف هدلي التليفونات وطلع لي نمرة الدكتور عزة أبو عوف. يلا أمر جناء دكتور. ليه؟ ألف سلامة عليك يا جلوس الطين. عزة أبو عوف اللي هيطلع مع عمرة دي في البرنامج، كلمه انت بس وقول له الكبير عاوزك تطلع معاه في برنامج المزاريطة اليوم، هو هيفرح ومش هنختلف. شوفوا ياخد كام وشوف الديل ايه. طب لو ما ردش او ما فاضيش شيء، النهارده اول حلقه من حلقات جوني شو على قناه المزاريطة تي في، قناتكم. جوني شو مش زي اي شو، احنا بنحب نقدم مشاكل قضايا تهم كل مواطن مزاريطي، وبنقدم حلول كمان. النهارده معانا الحاج حامد، احد نماذج النجاح الاسري في قريتنا، وده ليه؟ لأن ابنه هو الوحيد في المزاريطة اللي قدر يتحدى الصعاب ويشق الصخر ويدخل معهد التمريض. مش بس كده، عمل معجزة أكبر، اتخرج منه. الحادثة دي أثارت جدل كبير في الشارع المصري، لدرجة إن كل المخرجين والكتاب بقوا بيتفاوضوا مع الحاج حامد عشان يشتروا منه القصة دي ويعملوها فيلم ساينس فيكشن بيزد على ترو ستوري. ازيك يا حاج حامد؟ اهلا مستر جو. جوني 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 عايزك تحكي لنا عن تجربتك مع ابنك. ازاي اديته بوش عشان يبقى حاجه عادي يعني؟ لا انا قصدي يعني ما انت لازم تقول، يعني قول معايا ازاي ابنك حقق الانجاز ده وانت وراه. طيب يعني انت عاوز توصل ليه يعني؟ طب انت قافش ليه دلوقتي؟ يعني اهدى بالهداوه. انا عايزك تقول لنا ازاي كنت بتتعامل معاه في البيت. انا والله ما كنتش بشوفه ولا كنت بقبله خالص. انا كنت ارجع من الشغل اخر النهار وهو كان بيجي من معهد التمريض ويشتغل بو 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 في المذاكره، كان بيوجع دماغي. انا ما احبش الدوشه، عايز انام، عايز استريح. طردته من البيت خالص، قلت له يا لغور شوف لك حته تذاكر فيه بعد عني. مارست معاه اسلوب الضغط. هايل هايل هايل. يعني انت كل يوم بتديله جرعه نيجاتيف انرجي وهو بيحولها اوتوماتيكلي لبوزيتيف انرجي. هايل، يا ريتنا كلنا نبقى مستر حامد. اقفل الموبايل، اقفل. مستر حامد، فاصل ونواصل. ايه يا جوني في ايه؟ مالك متوتر كده ليه؟ انا مش متوتر. لا متوتر وشكلك اكنك اول مره تقف قدام كاميرا. لا جوني الراجل كلك. ريلاكس ريلاكس لو سمحت، ما تبوظليش شغلي. وشوف برضو بقى عملت اللي في دماغك ونزلت دي. ايه دي بقى؟ دي هي اللي كانت نازله لوحدها. لا انا قلت لك ثانيه واحده. انت بتديني اداء تاني. ما تنساش نفسك، انا اللي عاملك، انا قناه، انت ولا حاجه من غيري، ولا حاجه، وكل البلاتو عارف. أنا اديتك تفصيلة صغيرة قوي تعملها، فشلت فيها. ده النموذج اللي قلت لك تجيبه؟ ده نموذج؟ بيعذب ابنه وبيذله؟ هو ده اللي لقيته، عامل لك إيه يعني؟ مخصوم منك أسبوع. اتفضل. أوكي. ست اعتماد. اتفضلي يا ست اعتماد. أيوه. اتفضلي اقعدي هنا. بصي يا ست اعتماد، دي كاميرتك ودي إضاءتك. رستقي نفسك. امشي يلا. امشي يلا. وجه ميعاد الفقرة الثانية. الفقرة دي إنسانية ومؤثرة جامد جدي. فقرة يجعل بيوت المحسنين عمار. ومعانا الحاجة اعتماد. إزيك يا ماما الحاجة اعتماد؟ أها يا ولدي عايشين. احكي لنا مشكلتك يا ماما الحاجة. ولا مشكلة ولا حاجة يا سي جوني. أنا كنت متجوزة وعندي 3 عيال. وكنت راضية وحمد ربنا والحمد لله.
لولا الوليه حماته الله يحرقها. وليه عقربه دماغها معشش حنوشها من ناحيتي، قاعده لي على الساقطه واللقطه يا ولدي. في يوم قامت عركه كبيره قوي قوي بيني وبينها، كلمه مني على كلمه منها جالها جلطه في المخ. جوزي ما استحملش، طب ساكت مش صدمه. بعد ما جوزي مات بيومين الواد الوسطاني سخن جامد قو قو، خدناه ودلينا على الوحدة الصحية. الدكتور كشف عليه وقال عنده حالة وراثية هيفضل سخن كده طول عمره. يلا بخطرة وإحنا راجعين من الوحدة الصحية ركبنا الميكروباص، قعد تاني قدام والعيال قعدوا ورا. قام السواق ترازل علي كده حبتين، كلمة مني على كلمة مني اتقلب بينا الميكروباص. اطمن ما حصلش حاجة، أنا بخير الحمد لله. غيرش بس الواد الكبير اترش. أوه ماي جاد، ترش إيه؟ مبيد؟ اسنج يا ولدي، انطرش ما عادش يسمع ولسانه تقل شويتين. الواد الصغير اتكسح خالص ما عادش ينفع واصل، بس الحمد لله يا ولد يعني بخير ما حصلليش حاجه. الحمد لله محروق الباقي. anyway لو في اي حد عايز يساعد الست دي وانا شك يتنيل يتصل بالارقام اللي هتتنيل تظهر على الشاشه عندكم دي. الناس موهومة طبعاً صح؟ يا معلم الناس مبهورين ببرنامج. ايه الجديد؟ مفيش جديد في اللي بتقوله. الناس مش مصدقين نفسهم لدرجة ان هما محدش شاف البرنامج. انهي منطقة في كلامك صح؟ الجزء الاولاني ولا الجزء الاخراني؟ نزل رجلك دي. يبقى الجزء الاخراني. ايوه. لا انت كذاب، انت كذاب، انا شفت في عينيهم الفرحة. فانت كداب ومنافس مني. يا عم منافس انت كمان، الناس كلهم بيتفرجوا على التوك شو بتاع الكبير، المزاريطة اليوم. اسمه كده؟ ايوه. هو كمان دم الاجتماعي زيك، سارق اسم برنامج تاني، انتوا كلكم قلودين، عشان كده البضاعه الصيني نجحت في البلد. شش. اتفرج بقى. فاصل وهنواصل. المزاريطة اليوم. اسمع يا ولية، ده اخر فاصل في البرنامج واخر انذار ليكي. لو قعدتي تنطي وترغي وتحاولي تسرق الكاميرات وتعملي حركات المياصه بتاعتك دي بتجزم على نفوخك. ما هو انت اللي قاعد تحجز على اسئلتي. اهدى بالله يا كبير. لا اله الا الله، ما هي قاعده تتحدث وسايباني كيف كيس الجوافه طول البرنامج. صلي على النبي يا كبير، ما في بيت بدخله في اي مكان الا ما بعمل لي خاطر. ليه مش عاوز تعمل لي خاطر يا كبير؟ كيف تقولك ده؟ ده انت خاطرك على راسي من فوق يا ست فاطمه. ربنا يحافظ عليك يا كبير. دلالك كان زماني طخيتها على الهواء مباشره وتويتها بقلب البلاتوه. يا ستار يا رب. يا اسكت يا اسكت يا البتاع دي هتقشعرني يا اللي مصبرني على البتاع دي انك بتاع تامر امين. انت دنيت يا تعلي صوتك بعد البرنامج. الهوا يا كبير الهوا. وردي عليالكم تاني من الفصل الأخير من برنامجكم المحبوب المزاريطة اليوم. في الأول أحب أقول كلمة لكل المشاهدين، معلش ما نقدروش النهاردة نستقبل إيميلاتكم، الكمبيوتر هند وبرضك ما نقدروش نستقبل الاس ام اس، الشبكة واقعة. وده ليه؟ عشان الضغط على البرنامج قد كده. اللهم صلي على النبي. الوقت يا كبير. لا ايوه منور الدنيا كلاتها ست فاطمة. نور عليك يا كبير. الله يخليكي. طبعا بعد النجاح الباهر اللي حققتيه في اغانيكي زي عالزرعية وهدالك ويا سنبتيك، سمعنا انك بتحضري دويتو عالمي مع الفنان ريكي ماركت، دي صح ولا اشاعه؟ لا مش اشاعه، اعلنوني وانا قلت اسمع الاوديو وافكر اشوف هوافق ولا مش هوافق. والحقيقه عامله دويتو عالمي مع الفنانه العالميه شاكيرا. الدويتو اسمه البنت دي وسطها ما بيهمتش، ويا رب يعجبكم. من ناحية هيعجبني هيعجبني يا رب. طبعا ما هينفعش تكون قاعدة مع ايه. ما تصلى على النبي يا جماعة. عليه السلام. ما فيش حاجة. في ايه اللي حاصل؟ كنت نايم في التكييف ما فيش أي حاجة. خلاص قول أنت، أنت طلعتني من المود. طب يا ست فاطمة، يعني للأسف الحلقة قربت تخلص،
وقبل ما تخلص كنت عاوز اقول لك ان فعلا حضرتك اثرتي في الناس جدا جدا جدا. يعني انا 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 يذكرني موقف، انا عندي واحد صاحبي سمع حسنين ومحمدين، وحسنين خلف 11 عيل، راح مخلف 11 عيل فعلا. ما هو يا سيدي الناس بتسمع حسنين ومحمدين وعمالين يزربوا في العيال على طول. اللهم صل على النبي، ما هو ده تاثير جامد جامد يعني. ما فيش كلام. وفي نهايه حلقتنا ما يصحش يعني يبقى معنا الفنانة الكبيرة فاطمة عيد ما نسمعوش حاجة، حتسمعينا إعاد. نقول دوسي يا عروسة. أنا زعلان، لا ريلي ريلي زعلان. أنا ما زعلتش كده من يوم ما مايكل جاكسون مات. الناس هنا محلية. إيه؟ يعني مش قصدي مسكرة يا غبي، قصدي لوكال لوكال. أوكي. يعني سايبيني أنا بستايلي ده كله. بص شايف النقشة؟ أنت عارف دي جيبها منين؟ ورايحين يتفرجوا على فاطمة فيست. يعني اعمل ايه؟ اقفل القناه ولا اقلبها قناه مريبه واسميها اشترايك وتقف انت تتميص وتقول زمانها ماما جايه رتبها تاخد جايزه؟ اعمل ايه؟ بص يا جوني، هو مفيش غير حل واحد. انا ما كنتش عايز الجا له بس وضعنا ان احنا مضطرين. لا 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 توماس ما تتنزلش، محروقه قناه. لا جوني انت فهمت غلط. ما تتنزلش جوني. جوني انت فهمتني غلط. جوني there is only one way. ايه؟ احنا هنضرب تحت الحزام. اوه يا معلم، لو عايز ينولك شرف انك تنزل اعلاناتك في اجمد قناه في وجه هيبلي وفي الميدل ايست سون ان شاء الله، يبقى ما تتكلمش معايا في الفلوس. ما تناقشنيش فيها، اللي بقول لك عليه اسمعه وخلاص. ما بتناقش في الفلوس، مات الكلام. مات 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 مات، الله يرحمه، البقاء لله، مات الكلام. ايه ده؟ ايه ده؟ الخط هيقطع، انا ركبت اسانسير، ركبت اسانسير، باي. مش ممكن، هو الناس الجامده يعني لازم تبقى طول الوقت تليفونات عامله كده؟ جوني ما ينفعش، لازم تتهاود معاهم شويه بالسعر. اتهاود ليه؟ ليه اتهاود؟ اجمد حد في الميدل ايست ان شاء الله قريب، ليه اتهاود؟ شوف مين؟ مش قادر ارد على حد خلاص. ده هدرس. قول له اي حاجه، قول له اتقلب بيه البتاع ومات. الو؟ ايوه هدرس. لا 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 انا جوني، انا توماس. لا جوني جسكي وقع بيه في الترعه ومات. اقول لك بلاش ده حمار، ممكن يقلدني وينتحر. قول له اي حاجه تاني. ايوه لا 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 هو هيكلمك كمان شويه. ايه يا نهار اسود؟ ايه؟ طب 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 خلاص، انا هكلمك كمان شويه. سلام سلام. مستثمر سعودي هيمول قناه الكبير. او ماي جاد. هذا وقد قام الكبير مع الشيخ سامر بن حمد باعاده افتتاح قناه الكبير 1. الو ازيك يا باشا؟ ازيك يا كينج؟ لا ابدا ابدا مفيش حاجه، هو الاسانسير بس مفيش فيه نتورك. تلغي ايه؟ ليه تلغي؟ على فكره انا 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 عامل لك اوفر جامد جدي، هنزل لك لحد 50. الو الو انا سامعك. ايوه انا سامعك انا سامعك. ما تصعبش. ايه قال لك؟ ايه عمل معايا نفس حركه الاسانسير الواطيه؟ حلق لي